تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي كرام، طبعا الأكيد أن الحدث الذي يستأثر باهتمام كل المتابعين في العالم وكذلك في المغرب هو وصول نهائيات كأس العالم للمربع الذهبي وتواجد المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في هذا الدور كأول منتخب عربي وإفريقي يصل للمربع الذهبي. طبعا في حصة اليوم سأتحدث بعد قليل مع زميلي علي بالعياشي عن المباراة المقبلة أمام المنتخب الفرنسي، كما جرت العادة أيضا سنفتح الخطوط ابتداء من الساعة الثالثة للمستمعين الكرام من أجل التواصل والتفاعل قبل المقابلة الهامة والمقبلة أمام المنتخب الفرنسي. وأرحب الآن بزميلي علي بالعياشي. مرحبا علي. مرحبا زميلي المهدي أوزيق، مرحبا كذلك علي فوكيوس، مرحبا خديجة مرحي وبكل المستمعين الرياضيين الكرام المهدي. نعم، إذا علي، كأس العالم لا حديث طبعا منذ 20 من شهر نوفمبر الماضي وحتى الآن مع هذا المسيرة المتميزة للمنتخب الوطني المغربي إلا عن كأس العالم ومشاركة المنتخب الوطني المغربي. الحمد لله بعد التأهل الآن الكل يفكر في مباراة نصف النهاية لتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم المغربية بالوصول للمقابلة النهائية. طبعا المغرب الآن ضمن المنتخبات الأربعة الأقوية أو القوية في نهائية كأس العالم بوصوله للمربع الذهبي. تنتظرنا مباراة قوية أمام المنتخب الفرنسي، والأكيد أن الفريق الوطني المغربي بكل مكوناته وبقيادة الناخب الوطني وليد الركراكي يثق في مؤهلات اللاعبين في مؤهلات الفريق الوطني لكي يكون إن شاء الله ند للند مع المنتخب الفرنسي ويتأهل للدور المقبل. زميلي علي، واكيد الان الكل ينتظر يوم الاربعاء القادم مباراه المغرب فرنسا. مباراه البرتغال الان طويت، كانت هناك افراح للجماهير المغربيه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، كذلك للبعثه المغربيه هناك بقطر لكل الاعلاميين المغاربه، ولكن الان مباراه البرتغال طويت والان صفحه جديده وهي صفحه مباراه المغرب فرنسا. طبعا مباراه البرتغال دخلت للتاريخ الاعتبار انه اصبحنا كاول بلد عربي وافريقي كيتاهل الى دور النصف النهائي، وبالتالي الان لا حديث بدايه من اليوم الاثنين الا عن مقابله المغرب وفرنسا. طبعا اليوم الاثنين كانت هناك بعد ما كانت امس الاحد يوم راحه للاعبين ديال الفريق الوطني المغربي، اليوم الاثنين عادوا للتدريب من اجل مواصله التدريب ديالهم من اجل المباراه المقبله ضد المنتخب الفرنسي في انتظار معرفه الحاله الصحيه ديال كل اللاعبين المغاربه، من سيكون حاضرا من سيكون غائبا في مباراه الاربعاء القادم. طبعا المقابله ديال فرنسا اكيد غتكون مختلفه تماما عن باقي المباريات اللي خاضها الفريق الوطني المغربي، اكيد خصوصا انه سنواجه بطل العالم في النسخه الماضيه سنه 2018. الفريق الفرنسي فريق قوي، الاسلوب ديالو او اللعب ديالو يختلف عن باقي المنتخبات اللي لعب معها الفريق الوطني المغربي، لا المنتخب المنتخب البلجيكي، الكرواتي، الكندي، البرتغالي وكذلك المنتخب الاسباني. كنعرفوا انه يعتمد كثيرا على العرضيات، يعتمد كثيرا على سرعة اللاعبين ديالو في الخط الأمامي، عنده خط وسط ممتاز، خط دفاع جيد جدا، وبالتالي يمكن نقول احنا أيضا نحن كمغاربة المستحيل أصبح ممكنا، والمنتخب الوطني المغربي ليس لديه ما يخسر في هذه المواجهة، فقط يلزمه جرعة هجومية وثقة في النفس، وبالتالي لما لا أن يفوز على المنتخب الفرنسي والتأهل للمقابلة النهائية. نعم. صحيح زميلي علي بلياشي، نتمنى أيضا استرجاع العناصر الوطنية للياقتها المعهودة حتى تكون جاهزة 100% على المستوى البدني للمباراة المقبلة أمام المنتخب الفرنسي، لأنه اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي بينوا على قدرات كبيرة وما كانش فرق بينهم وبين المنتخبات اللي واجهناها في الأدوار السابقة واللي منتخبات قوية وقوية جدا كبلجيكا كذلك كرواتيا ثم كندا والمنتخب الإسباني فالمنتخب البرتغالي.
طبعا المنتخب الفرنسي الزميل علي بلياشي كما كيعرف الجميع هو حامل اللقب وكيضم في الصفوف ديالو احسن اللاعبين، ويكفي نذكره في خط الهجوم يعني انطوان غريزمان لاعب فريق اتلتيكو دو مدريد الاسباني، كذلك اوليفيي جيرو لاعب ميلان سي الايطالي، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، اوسمان ديمبيلي لاعب فريق برشلونه الاسباني، وما نساوش بعض اللاعبين اللي تيدخلوا في مع مرور زمن المباريات كلاعب الشاب او لاعب ماركوس تيرام لاعب بروسيا مونشنغلادباخ، وهذا ابن اللاعب الدولي السابق ديال المنتخب الفرنسي الظهير الايمن ليليان تيرام. وما نساوش كذلك بانه التركيبه البشريه ديال المنتخب الفرنسي كتضم مجموعه من اللاعبين في جميع الخطوط اللي عندهم طبعا مستوى عالي وعالي جدا، وهذا الشيء ما لن يخيفنا زميلي علي، لانه العناصر الوطنيه تعودت وتعودت فعلا على مواجهه احسن المنتخبات واحسن اللاعبين في المباريات السابقه. نعم طبعا اذا خرجتي دير واحد ميكرو تروتوار المنتخب الفرنسي المحفوظ يعني الجميع الجمهور المغربي والاعلام المغربي كلهم يعرفون عن كتب وعن ظهر قلب اللاعبين ديال المنتخب الفرنسي والقوه ديال الفرق اللي كيلعبوا ليها. الان يجب التركيز علينا نحن كمغاربه وكالمنتخب الوطني المغربي اللي حنا نركزوا في هذا المقابله، الامور اللي كياكدها دائما وليد دقيق تنشوفوا راسنا احنا الاولانيين المقابله المقبله، غير فقط انه اللي اتمناه هو ان اللاعبين يبقوا مركزين في هذه المقابله، خصوصا بعد التاهل الى مقابله النصف النهائي كان هناك حديث كثير في الصحافه لا الوطنيه ولا كذلك الدوليه حول اللاعبين المغاربه اللي البورصه ديالتهم غاديه وكترتفع. هذا لاعب باغي يمشي لهذا الفريق، هذا اللاعب غادي يمشي لهذا الفريق، ولكن هذا ماشي وقت اللاعبين غادي يلتحقوا، لان الان الوقت ديال هو التركيز على مقابله فرنسا. وكنت كنتمنى انه لان بعض المواقع الالكترونيه تتحدث عن ان مثلا اوناحي يهتم به فريق برشلونه الاسباني، مثلا الحارس ياسين بونو كيهتم به الفريق ريال مدريد الاسباني، الاشبيليه كيطلب 30 مليون اورو من اجل بيع الحارس ياسين بونو. هذه امور كتبقى نتمنى باش تبقى حاليه تبقى ثانويه، ولكن الاهم عندنا احنا كمغاربه وكجمهور مغربي وكاعلام مغربي هي المقابله المغرب فرنسا، ويبقاو اللاعبين مركزين. كنأكد على كلمه التركيز، التركيز راه ضروري في مقابله فرنسا خصوصا انها نصف النهائي. بعد مقابله فرنسا على ان شاء الله ولات ان المقابله النهائيه، ثم بعد ذلك عاد ممكن نتحدثوا على هذه الامور اللي كذلك الان تروج في الاوساط ديال الصحافه الوطنيه. على اي الجميل ايضا ما ننساوش بان اللي لعب هذا الدور كله هو الجمهور المغربي، وعندما اتصفح صباح اليوم الجرائد الوطنيه ولا كذلك المواقع الالكترونيه فهناك بلاغ ديال الخطوط الملكيه المغربيه ان في هذه المقابله ديال المغرب فرنسا فتم اعلان انه غتكون هناك 30 رحله في الوقت اللي كانت سابقا في مباراه اسبانيا والبرتغال 7 ديال الرحلات. اليوم غدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء 30 رحله ستربط بين الدار البيضاء والدوحه. وكل طائره طاقه استيعابيه ديالها ما بين 278 الى 320 مسافر. وتصور معايا يعني كل يعني على الاقل واحد تقريبا واحد 3000 مناصر غادي تلتحق بقطر من اجل تشجيع الفريق الوطني. اكثر من ذلك يعني فعلا الا كانت 300 مثلا 300 طائره ضربناها في 3 تسعود يعني تقريبا يعني لا يكون العدد اكثر. بالتالي فهنا كيتبين بان الجمهور المغربي كيلعب دور كبير في هذه المقابله. 30 رحله ماشي الامر الهين، ماشي بالسهل، من الدار البيضاء الى الدوحه وبهذه السعه الكبيره ديالها وبنفس الثمن اللي هو 5000 درهم ذهبا وايابا. على اي هذا المقابله ديال المغرب فرنسا لاحظنا التصريحات لا ديال مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشون، لاحظنا التصريحات ديال المنتخب اللاعبين ديال المنتخب الفرنسي كلهم كيأكدوا بان التاهل ديال المغرب الى نصف النهائي ما جاش بشكل اعتباطي، ما جاش بشكل يعني بسهوله، ولكن جا يستحق التاهل الى دور نصف النهائي. ولا كنا احنا كنقولوا انها مفاجاه، فاللاعبين والمدرب المنتخب الفرنسي اعتبرها ماشي مفاجاه، ولكن العرض اللي قدموه اللاعبين والطريقه اللي لعبوا بها والخطه اللي كان طبقها المدرب وليد هي اللي خلتهم يوصلوا لنصف النهائي، وبالتالي ما اعتبرهاش مفاجاه ديال الموندي. ولكن
هما يقولون بأنها المقابلة ستكون مغايرة تماما وستكون صعبة على غرار باقي المباريات اللي خاضها المنتخب المغربي وأنت أكيد المهدي غيكون عندك بعض الإحصائيات أو بعض المباريات السابقة ما بين المغرب وفرنسا. أعتقد مقابلة الأربعاء المقادم غتكون هي أول مقابلة رسمية. نعم الناس تقول لهم تلاقوا عندما كانت هناك أعتقد كانت هناك مباريات ودية. نعم فعلا كانت فقط مباراه وديه بين المنتخبين الفرنسي عفوا بين المنتخبين الفرنسي والمغربي، كانت فقط مباراه وديه كانت ضمن الا ذكرتي معايا منافسات كاس الحسن الثاني لكره القدم في جوج ديال المناسبات هنا في مدينه الدار البيضاء، وكذلك كانت مباراه وديه سنه 2007 بمدينه مارسيليا الفرنسيه، وكذلك سنه 1999 بملعب فرنسا بسان دوني، واول مقابله جمعت المنتخبان كانت وديه، كانت بمناسبه دوره وديه دوليه بفرنسا طبعا سنه 1988. غادي نرجعوا لهذا تاريخ المباريات بين الفريقين زميلي علي بعد هذا الفاصل. اجدد بكم ترحاب مستمعينا الكرام في برنامج نقاش في الرياضه، واذكر انه اليوم انوب عن زميلي سعيد زادوق الذي يغيب لاسباب شخصيه، وسنواصل الحديث طبعا معكم ومع زميلي علي بالعياشي قبل فتح الخطوط ابتداء من الساعه الثالثه للتواصل معنا قبل المباراه الهامه امام المنتخب الفرنسي الاربعاء المقبل على الساعة الثامنة مساء. علي قبل الفاصل توقفنا عند تاريخ المواجهات بين الفريقين. أول مواجهة كانت سنة 1988 بمناسبة دورة دولية بفرنسا، المنتخب الفرنسي انتصر على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد. ثاني مقابلة كانت برسم كأس الحسن الثاني الدولية بالمغرب سنة 1998 بالضبط يوم 29 ماي 1998، المقابلة انتصر خلالها الفريق الوطني المغربي بالضربات الترجيحية 6-5 بعد انتهاء الوقت القانوني بنتيجة تعادل هدفان في كل شبكة. ثالث مباراة جمعت المنتخبين كانت بفرنسا بمارسيليا سنة 1999، طبعا فاز المنتخب الفرنسي على المغرب بهدف لصفر. سنة 2001 فرنسا انتصر على المغرب في كأس الحسن الثاني 5-1، وسنة 2007 كانت آخر مقابلة واللي قدم فيها المنتخب الوطني المغربي عرض جميل جدا، تعادل بملعب سان دوني بفرنسا أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة هدفين في كل شبكة، وهذه أول مواجهة رسمية بين الطرفين وجات بمناسبة كأس العالم نصف النهائي. زميلي علي فعلا هذا هو التاريخ كما قلتي ديال المغرب وفرنسا، وكان انا ذاك هذه المقابله ذكرتي اللي كان فيها كمدرب هو الفرنسي الراحل أنري ميشيل، واللي كان سجل الفريق الوطني المغربي كل من يوسف المختاري وكذلك اللاعب طارق السكتيوي. كاين هناك نقطه لانه هذا المقابله ديال المغرب فرنسا يعني على المستوى دائما الحديث، انا كنتحدث على المنتخب الوطني المغربي، فالفريق الوطني المغربي اللي كيضم في الصفوف ديالو مجموعه من اللاعبين هما مغاربه ولكن اللي زايدين في فرنسا، كاللاعب العميد رومان سيس، كذلك اللاعب سفيان بوفال، كذلك اشرف حكيمي اللي كيلعب حاليا في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي منذ سنه 2001، يعرف جيدا الدوري الفرنسي، وكنعرفوا هو صديق ديال اللاعب مبابي اللي كان زاره في الدوحه يوم الاحد الماضي كانت عندهم اجازه. هناك ايضا لاعب سفيان بوفال، هناك ايضا لاعب اللي كيحترف بيز اونجي الفرنسي اللاعب شاب عز الدين أناحي، هناك أيضا المدافع أشرف داري، هذو كلهم لاعبين اللي عندهم معرفة بالدوري الفرنسي مع فريق بريست الفرنسي. هناك أيضا زكريا أبو خلال اللي يدافع عن ألوان فريق تولوز الفرنسي. ما نساوش أيضا قطب الدفاع اللاعب نيف أكرد الغائب عن المباراة السابقة ضد البرتغال، سبق له أن أسعد جماهير فريق لا ديجون وكذلك رين الفرنسيين، لعب لهم بجوج بعد ذلك انتقل إلى صفوف فريق ويستهام. كنعرفوا بأن حتى الإطار الوطني وليد الركراكي يحمل الجنسية الفرنسية وكذلك المغربية، وولد بباريس الفرنسية، وحتى المسيرة ديالته الاحترافية
كانت في فرنسا تقريبا ودافع عن ألوان مجموعة من الفرق الفرنسية كما خانتيش الذاكرة كتولوز الفرنسي أجاكسيو وكذلك فريق غرونوبل الفرنسي. وبالتالي هذه الأمور هذه هي اللي غتخلينا إن شاء الله أقول إن شاء الله نتأهلوا على حساب منتخب فرنسي. نحن دائما كنطمحوا لأنه هاد المعرفة ديالتنا اللاعبين المغاربة والمدرب عنده هاد العقلية ديال اللي لعبوا كلهم في فرنسا وعندهم معرفة بالدوري الفرنسي وباللاعبين الفرنسيين. نتمنى إن شاء الله أنها ترجم على أرض الواقع يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. وفعلا كما قلتي زميلي علي فوليد الركراكي واحد من اللاعبين وكذلك الأطر اللي تكونوا في فرنسا. كذلك هناك عندنا جوج لاعبين كيلعبوا في فرنسا اللي هما بوفال وناحي. وما نساوش كذلك بأنه نايف أغارد كما قلتي سبق ليه المرور الدوري للفرنسي مع فريق ريان. وطبعا كتبقى المباراه بين المغرب وفرنسا حتى هي نفس الشيء اللي قلنا على المباراه ديال المغرب وبلجيكا ممكن نطبقوا على المباراه ديال المغرب وفرنسا لانه كتبقى واحد مقابله يمكن نقول بين قوسين بحال الديربي هي نصف نهائي كاس العالم ولكن مقابله بطابع ديربي لانه كنعرفوا الجاليه المغربيه كثيره في فرنسا لاعبين لعبوا في فرنسا المدرب سبق لي انه لعب في فرنسا لذلك كتبقى هذه مقابله اضافه للطبع ديالها اللي هو نصف نهائي كاس العالم كتبقى مقابله ديربي وكتبقى صعيبه على الطرفين وممكن طبعا الغلبه غتكون للفريق كما قلنا ذكرتي واحد النقطه مهمه التركيز الفريق الوطني الحمد لله كان مركز في المباريات الاخيره نتمنى انه دائما حافظ على التركيز لانه التركيز هو المهم في هذه المباريات والبدايه الموفقه يعني كتخليك انك كما كنقولوا تدبر مجريات اللقاء بالشكل المطلوب لاجل تحقيق نتيجه ايجابيه. ونتمنى من جديد الصحه والعافيه لكل اللاعبين وان شاء الله الكل يكون جاهز للموعد يوم الاربعاء الساعه 8 مساء ان شاء الله. هذا اللي كنتمناو ان شاء الله المغرب البرتغالي او المغرب ضد المنتخب الفرنسي كما قلت يوم الاربعاء بملعب البيت. وحتى الى جينا نشوفوا الحديث ديال لا الاعلام العربي ولا الاعلام الدولي وكذلك الافريقي خلال هذا الاسبوع او منذ مباراه ديال البرتغال الكل بدا يتحدث عن الاحصائيات ديال المغرب الذي حقق ارقاما تاريخيه بالوصول ديالو الى هذا النصف النهائي يعني اول مره دوله افريقيه عربيه كتوصل لهذا النصف النهائي. بالتالي كنلقاو منتخب امريكي جنوبي الارجنتين مع منتخب اوروبي كرواتيا ومنتخب افريقي المغرب عربي مع منتخب اوروبي اللي هو المنتخب الفرنسي. وبالتالي هنا مثلا طبعا هذه الامور هذه سنحتفظ بها تحنا للتاريخ يقولون بان المغرب بعد الفوز على البرتغال اول دوله عربيه وافريقيه كتأهل للنصف النهائي اول منتخب مغربي او اول منتخب عربي وافريقي وثالث منتخب من خارج اوروبا وامريكا الجنوبيه كيتواجد في الدور الربع النصف النهائي بعد الولايات المتحده الامريكيه سنة 1930 وكوريا الجنوبية سنة 2002 أيضا دفاع المنتخب الوطني المغربي الأقوى لحد الآن في مونديال قطر حسب إحصائيات ديال الاتحاد الدولي الشباك ديالو تلقى فقط هدف واحد. المنتخب المغربي سجل إلى حدود مباراة البرتغال 19 الهدف في تاريخ المشاركات ديالته وهو أكثر المنتخبات العربية تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم. يقولون أيضا بأن هذه الصحافة العربية والإفريقية والدولية بأن المغرب أول منتخب عربي كيتصدر المجموعة في كأس العالم جوج المرات سنة 86 بالمكسيك و2022 بقطر ويحقق جوج انتصارات في دور مجموعات على بلجيكا وكندا لم يحقق أي منتخب عربي أول بلد عربي يحصل على سبعة ديال النقاط في دور المجموعات. وعندما أقول سبعة ديال النقاط المادي هو المنتخب الوحيد إلى جانب المنتخب الإنجليزي في دور المجموعات المغرب وإنجلترا حقق المركز الأول بسبع نقاط باقي المنتخبات حصلت على ستة ديال النقاط وأول بلد عربي يحصل على سبعة ديال النقاط. وليد الركراكي أصبح أول مدرب عربي وإفريقي يصل إلى نصف النهائي. يقول بأن حكيم زياش أول لاعب عربي يخوض تسعود ديال المباريات كاملة في كأس العالم وصاحب أسرع هدف للمنتخبات العربية في الدقيقة 33 الثانية
وأبعد هدف يعني المسافة ديال 30 متر تصل 66 سنتيمتر، وبذلك يصبح ثالث الهدافين التاريخيين للعرب. هناك أيضا يقولون بأن يوسف نصيري يعد الآن أول لاعب عربي كيسجل في نسختين من كأس العالم 2018 و2022. أيضا نصيري كتب الإسم ديالو وعادل إنجاز سعودي سامي جابر وسالم الدوسري والتونسي وهاب الخزري وبتسجيل ثلاثة ديال الأهداف في كأس العالم. الحارس ياسين بونو اللي خاض بالمناسبة المهدي مباراة البرتغال كانت هي المقابلة رقم 50 له المباراة الدولية، أول الحارس إفريقي يحافظ على نظافة الشباك ديالو في ثلاث مباريات في بطولة واحدة. هذه شيء جميل. أنا صراحة أنا جد مسرور. والأرقام مرشحة للارتفاع، يعني مرشحة للارتفاع. يعني كنشوف أنا الصحافة العربية والدولية كتهضر على المغرب بهالطريقة وكتقد خدش إحصائيات. ياسين بونو حارس أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ كأس العالم ضد إسبانيا. وكما قلتي مباراة مواجهة ديال فرنسا قد نشاهد هذه الإحصائيات ترتفع المباراة المقبلة إن شاء الله. هذا اللي كنتمنوا إن شاء الله المهدي. وبالنسبة يعني التركيبة البشرية ديال الفريق الوطني المغربي، يعني في انتظار التعرف على جديد الحالات الصحية ديال كل من نايف أغارد وكذلك رومان سيس ونصير المزراوي، فالأكيد أن الشغل الشاغل الآن ديال الجمهور المغربي هو يعني من جديد يعني التشكيلة التي سيلعب بها الفريق الوطني. الأكيد أن اللاعبين معروفين الآن، عندنا الشك في الدفاع واش غيكون سيس وأغارد جاهزين للمباراة أم لا، ولكن لا خوف على الدفاع لأنه جواد اليميق في المباراة الأخيرة ولا حتى أشرف داري اللي دخل في الشوط الثاني بينوا على مؤهلات ممكن تخليهم أنهم يكونوا خير خلف لهؤلاء اللاعبين نايف أغارد وكذلك رومان سيس. وحنا نتمنوا بطبيعة الحال أن اللاعبين أغارد وسيس يسترجعوا العافية ديالهم ويكونوا حاضرين في هذه المباراة القوية أمام المنتخب الفرنسي. وهي صراحة كنا سابقا نتخوف بواحد النقطة هو أنه عندما يغيب لاعب كيخلي المكانة ديته، ولكن منين شفنا أن غاب نصير المزراوي في مباراة سابقة وتقول يحيى عطية الله ما بانش هناك فارق كبير. نعم. عندما دخل كذلك اللاعب جواد يميق من الدقائق الاولى ما كان يتاكرد ما كاينش هناك يعني شي الفرق، ما كاينش فرق كبير ما بين اللاعبين اللي كيلعبوا وكذلك اللاعبين اللي كاينين في كره الاحتياط، وهذه السمه تعود للمدرب وليد غرغلاغي. وعندما تم راه سابقا عندما تم الحديث على هذه النقطه فيما يخص اذا كانت هناك بطاقه صفراء ولا الاصابات، فهو قال بالحرف اي لاعب كيدخل مثلا لاعب موقوف او مصاب سيكون بنفس المستوى وغادي يقدم ويقدم اداء جيدا. قال كي الا شعرنا بالخوف من فقدان اللاعب مثلا شعرنا الا قلنا ان المزراوي غادي يغيب وغادي نخافوا بسبب الاصابه او الايقاف، يقول وليد الزاكي فاننا سنفقد التركيز. واذا فقدنا التركيز قد نخسر المباراه لا قدر الله. هذه متفق معاه فيها انه سابقا كنا كنقولوا لا غاب المزراوي مشكلة تكون اللي غيعوض النصر المزراوي واش غيكون هذاك اللاعب، يعني كندخلوا حنا راتنا اول حنا راتنا في الشك. وبالتالي هذه القضيه هذه تعلمناها ايضا مع وليد، الان اللي واجد غيدخل مادام انه دا مع 26 لاعب كلها مستعده ولاحظناها في جميع المباريات. كان هناك مبدا التدوير ديال اللاعبين، راه تحدثنا الان بقاو تقريبا ثلاثه ديال اللاعبين الحارس الثالث وجوج ديال اللاعبين اللي هما الخنوس وكذلك اللاعب إلياس الشاعر وانس الزروري، هادو ثلاثه ديال اللاعبين اللي مازال ما لعبوش. ولكن اضافه الحارس التقناوتي الحارس الثالث. وبالتالي كيف ما بغات تكون مباراه ديال فرنسا اللاعبين اللي غادي يكونوا واجدين 100%، فكلنا ثقة في كامل اللاعبين المغاربة اللي غادي يكونوا حاضرين في هذا المقابلة، سواء كان المزراوي سواء كان يحيى عطية الله سواء كان اليميق أكرد البانون، اللاعبين كشناهم اللي كيدخل كيتقاتل. وهذه النقطة اللي كان كيأكد عليها سابقا زميلنا سعيد زادوق عندما كان يقول لأن اللاعبين الاحتياطيين خصهم يساندوا اللاعبين ديال اللي كيلعبوا في المقابله، ولاحظنا هذه في المباريات السابقه دائما كتكون هناك مسانده، وكيفاش اللاعب ملي كيخرج كيتلقى التهاني مع الصديق ديالو، وكيفاش البونتوج كيشجعوا حتى هما اللاعبين اللي كيلعبوا، وكيفاش اللاعب ملي كيكون غادي يتغير الاخر كيدخل بنفس اخر يعني شي امور للتغييرات كثير مقارنه بالاوتو السابقه لا مع وحيد لا مع المدرب رونار لا مع كذلك المدربين السابقين المدي. نعم صحيح زميلي علي بالإياشي. طبعا الحمد لله المنتخب الوطني المغربي توفر
على تركيبة بشرية غالية اختيرت كما يقال بعناية من طرف الناخب الوطني وليد الركراكي. اتضح لما يعني اضطر انه يعمل تغييرات اضطرارية، فالحمد لله لقينا البديل ولقينا ما لقيناش مشاكل في المراكز اللي كان فيها خصاص واللي تسبب فيها طبعا هذا الخصاص للاصابات. وما نساوش بانه الدور الهجومي ديال يحيى عطيه الله اللي ذكرنا عبد الكريم الحضريوي، لانه مشى للجهه اليسرى ويعني تمريره ذهبيه للمهاجم يوسف النصيري بالراس، يعني ذكرنا بالظهير الايسر عبد الكريم الحضريوي، لانه هذا شحال ما شفناش يعني الظهير الايسر ديال المنتخب الوطني المغربي يمرر في اتجاه المهاجمين وتسجيل الاهداف. على اين عطيت له ربح اخر للفريق الوطني المغربي بجانب نصير المزراوي. نفتحوا قوس علي، اليوم دارت القرعه ديال المنافسات الافريقيه اذا سمحتي واحد النقطه اللي انه اللي اثارت انتباهنا حنا كنتحدثوا على هذه القضيه ديال اللائحه وشكون اللي غيدخل نهار الاربعاء مع فرنسا، غير اللقطه غيكون شافها كل شيء واللي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، هو ان الحارس السياسي بونو كيهدي اللاعب نصيري جائزه افضل لاعب، واش هذه عمرها كانت في التاريخ؟ نعم، لاعب حارس كيتلقى كاحسن جائزه ديال احسن لاعب او احسن حارس اللي كان في مقابله ديال البرتغال، ولكن النجاح الجماعي ديال اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي خلى ياسين بونو يفضل في نهايه اللقاء تكريم الزميل ديالو في المنتخب يوسف نصيري واعطاه الجائزه ديالته. نعم الجائزه ديالته، ولكن بل اكثر من ذلك يطلب من الاتحاد الدولي بتدوين الجائزه ديال ياسين بونو باسم اللاعب يوسف نصيري، وهذه صراحه اثرت فيا كثيرا واشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح، وهذه قمة التواضع من طرف الحارس المرمى الدولي الكبير ياسين بونو اللي غادي في خطى ثابتة الاسم ديالو يكبر يوما بعد يوم، مباراة بعد مباراة، موسم بعد موسم، بونو يكبر مع الزمن وأصبح طبعا الآن من أحسن الحراس على المستوى العالمي. ياسين بونو كنذكروا الصعوبات اللي لقاها في البداية لأنه كان في الوداد، كان حارس ثالث، كان في واحد الوقت كان عبر عن الرغبه ديالو في الالتحاق بالدوري الفرنسي، لكن كان دخل بادو الزكي كان مدرب ديال فريق الوداد كنعتقد في الموسم الرياضي 2008 2009 دخل، وبقى ياسين بونو كحارس ثاني واحتياطي للحارس الدولي انذاك ديال المنتخب المغربي نادر المياغري، ولعب مع الوداد كحارس احتياطي لما تصاب المياغري لعب المباراه النهائيه ديال عصبه الابطال الافريقيه اللي ذكرتي ضد ترجي التونسي في تونس، ومن ثم يعني من انهى الموسم التحق باتليتيكو مدريد الاسباني والفريق الاسباني، ماشي غير جاو وتعاقد مع ياسين بونو شاف الحارس الواعد الحارس اللي ممكن يبصم على مسار رائع، هو اللي تاكد الان بعد الاتليتيكو لعب مع ساراكوزا مع ساراغوسا والان كيلعب مع اف سي اشبيليا الاسباني. اكيد اكيد اتفق معك هذه النقطه، هذه انا تحدثت على هذه النقطه ديال بونو مع نصيري، يعني هذا كيتبين ان النجاح الجماعي والاسره اللي كيتحدث عليها الوليد الركراكي هي اللي خلتنا نشوفوا هذه اللقطه الجميله، يعني حتى ياتي بونو لم يكن انانيا ورفض احتكار هذه الجائزه لنفسه فقط، وبالتالي كل الجماهير المغربيه حيت هذا التصرف التلقائي ديال الحارس ياسين بونو في اتجاه الاخ ديالو الزميل ديالو يوسف انصيري. والجميل انه البعض ما قليل فاش كيتحدث على واحد النقطه، وانه ملي كتشوف المباراه ديال البرتغال انه الركراكي شفنا لاعبين من منتوج ديال اكاديميه محمد السادس، عندما نتحدث عن أكاديمية محمد السادس نقول بأنها الآن تنتج، وعندما أقول تنتج أقول لاعب يوسف نصيري هو منتوج ديال أكاديمية محمد السادس، لاعب نايف أكرد هو منتوج ديال أكاديمية محمد السادس، ثم انتقل لفريق النادي القنيطري، هناك أيضا شكون الأخر، هناك لاعب زين أناحي هو منتوج ديال أكاديمية محمد السادس، هناك أيضا الحارس الثالث رياض التكناوسي هو منتوج ديال أكاديمية محمد السادس، وبالتالي هذا الشيء كل شيء يثلج الصدر صراحة باش كنشوفوا أيضا هاد اللاعبين اللي كيكونوا من أكاديمية في الوقت اللي
نحن نفتخر أو البعض يفتخر ببعض الأكاديميات خارج أرض الوطن في أوروبا أو في إفريقيا أو حتى في آسيا. فنحن أيضا عندنا هاد اللاعبين اللي لعبوا كأس العالم هم أيضا من خريجي أكاديمية اسمها أكاديمية محمد السادس. تفضل. نعم علي، لكانوا المدارس الأوروبية حاضرين في يعني في هوية اللاعب ديال المنتخب الوطني المغربي، المدرسة الفرنسية البلجيكية الهولندية وما إلى ذلك من المدارس اللي عطتنا لاعبين مغاربة مكونين بالخارج. أيضا المدرسة المغربية كما ذكرتي حاضرة من خلال أكاديمية محمد السادس ومن خلال الوداد والرجاء وأولمبيك خريبكا. ملي كنقول الوداد والرجاء يعني أشرف داري وكذلك بدر بانون وكذلك ياميق لاعب فريق أولمبيك خريبكا السابق، وما نساوش أحمد رضا التقناوتي كذلك. إذن الحمد لله الكل متواجد في التركيبة البشرية ديال الفريق الوطني المغربي، المنتوج المحلي وطبعا المنتوج ديال اللاعبين المغاربة اللي عطاه لينا كما كنقولوا التكوين الأوروبي. علي نفتحوا قوس انه اليوم تجرات القرعة ديال المنافسات الإفريقية، قرعة ديال المنافسات الإفريقية بالنسبة للعصبة الأبطال، عصبة الأبطال الأوروبية الإفريقية، حامل لقب فريق الوداد الرياضي وضعته القرعة في المجموعة الأولى بجانب بيترو أتليتيكو من أنغولا، شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية، بينما الرجاء وضعته القرعة في المجموعة الثالثة بجانب حورويا كوناكري الغيني، سيمبا التنزاني وفيبرز الأوغندي. المجموعة الثانية فيها الأهلي المصري، سان داونز الجنوب إفريقي، الهلال السوداني والقطن الكاميروني. والمجموعة الرابعة اللي ربما هي أقوى مجموعة على الورق، ترجي تونسي، الزمالك المصري، شباب الوزداد الجزائري والمريخ السوداني. إذن علي الرجاء ممكن في مجموعة نسبيا سهلة مقارنة ببقية المجموعات، كذلك فريق الوداد حامل لقب، يعني كاين هناك شباب القبائل فيتا كلوب وبيترو أتليتيكو الأنغولي. فعلا يعني المجموعة هاد الفرق اللي غنواجههم يعني كنعرفوهم وكيعرفونا، لا بيترو لا غير من الفرق. أول مقابلة يوم 16 فبراير، الرجاء غتستقبل الحورية والوداد غتستقبل حورية كوناكري الغيني طبعا، والوداد غتستقبل بيترو أتليتيكو. غنعطيك غير مثلا الوداد بيترو أتليتيكو الأنغولي، البيترو لعبنا معاه الموسم الماضي في نصف النهائي، طبعا ربحنا ذهبا بأنغولا 3-1 وتعادلنا معاه إيابا 1-1. الموسم ما قبل الماضي لعبنا معاه أيضا في دور الجولة الثانية والثالثة، نهزمنا ذهبا أنغولا وفزنا إيابا 5-1. وبالتالي بيترو أتليتيكو نعرفه جيدا ويعرفنا جيدا، كيبقى غير كيفاش غادي يخوض فريق الوداد الرياضي هاد المقابلة في غياب مدرب رسمي حاليا لفريق الوداد الرياضي. كاين حديث الآن على بن عبيشة وعبد إله صابر، ولكن حتى الآن لا شيء رسمي. لا شيء رسمي فعلا، ولكن هاد الآن تتضح رسميا لأن البطولة غتوقف لمدة شهر، يعني الآن البطولة غتواصل إلى ما بعد 18 دجنبر الجاري إلى غاية نهاية، لأن الفريق كما بغى يكون الحال غادي يخوض 7 ديال المباريات. نعم. فهاد كأس العالم، وبالتالي البطولة ديال المغرب غتوصل بنسبة 100% يوم 22 ولا 23 دجنبر الجاري. هاد التوقف ديال البطولة واش غادي يأثر على اللاعبين أم لا؟ واش غتكون نفس الأسطوانة ديال المدربين؟ التوقف أثر علينا؟ شي غايقول لك لا، شي غايقول لك استرجعنا المقومات ديالنا. كيبقى الوداد كيفاش غيتعامل مع هذا المدرب الجديد اللي غادي يجي؟ واش غيكون إطار وطني مغربي؟ حنا نتحدث على الأصول المغربية ما حقه والد، واش غيكون إطار أجنبي؟ على أين هذه كتبقى الأمور داخلية ديال فريق الوداد الرياضي، ولا اعتقد لان المكتب المنسي ديال فريق الوداد الرياضي غادي يكون غادي يفطن هذه المساله، وغادي اكيد غادي مستقبلا اكيد غيكون هناك المدرب للوداد. هناك الرجاء الرياضي مع حورية كوناكري، ايضا حورية كوناكري الغيني اللي فريق اللي سبق له وجناه الموسم الماضي دوري ابطال افريقيا في الجوله الثالثه والرابعه، كنا فزنا عليه
ذهبا في الضابطة بواحد صفر وفاز علينا يابان بجوج الوحدة. ولكن فريق الرجاء الرياضي يالله باقي كما كنقولوا في خط تصاعدي، مازال ما الفريق اللي مع المدير الكبير المدرب التونسي بغينا يرجع بالقوه ديالته المعهوده اللي مازال ما عطناهاش، مازال ما شفناهاش خلال المباريات السابقه خصوصا في منافسات البطوله الوطنيه. هل هو ايضا غيتاثر بهذا التوقف ديال البطوله خصوصا زميل المهدي اوبزيك كنشوفوا بان التواريخ ديال المنافسات ديال دوري ابطال اوروبا لكره القدم غتجرى في واحد التواريخ صعبه جدا، الجوله الاولى ما بين 10 و 12 فبراير بحسب الحظ ان الرجاء والوداد غادي يستقبلوا، الجوله الثانيه يوم 17 و19 يعني تقريبا اسبوع، الجولة الثالثة 17 و19 فبراير، والجولة الثالثة 24 و26 فبراير. يعني تصور معايا عندك فبراير عندك ثلاثة ديال المباريات ديال عصبة الأبطال الإفريقية، ثلاثة ديال المباريات زائد مباريات ديال البطولة، وانت كتلعب من أجل البقاء في مقدمة الترتيب لا بالنسبة للوداد ولا كذلك بالنسبة للرجاء ولا بالنسبة لفريق الجيش الملكي. ومنين غيخرج فبراير غادي يدخل شهر مارس غتجرى الجولة الخامسة والجولة الثالثة ما بين 31 مارس و 2 أبريل. نعم. يعني من 10 فبراير ل 2 أبريل غتجرى 6 ديال الجولات و 6 ديال الجولات ديال دور المجموعات، وما خصكش تسقط على على مستوى منافسات البطولة. الدور طبعا كنعرفوا بأن الربع النهائي غيتجرى ما بين 21 و 30 أبريل المقبلين، والنصف النهائي ما بين 12 و 21 أبريل او عفوا الربع ما بين 12 و 21 ابريل، والربع والنصف النهائي ما بين 21 و 30 ابريل، والمقابله النهائيه غتجرى ما بين 2 و 11 يونيو من السنه المقبله. طبعا غادي يرجع النظام القديم الذهاب والاياب سواء على مستوى دوري ابطال افريقيا او كاس الكاف. حنا نبقاو متفائلين لان ما حققه الفريق الوطني المغربي خصو يبقى منعكس على كره القدم الوطنيه على المستوى الافريقي. الان غادي نخرجوا الوداد بطله افريقيا خصها تدافع على اللقب ديالها، والرجاء خصو يعود بقوه، وكذلك نتمنى واحد التعيد لفريق الجيش الملكي. والجيش الملكي نذكر بانه القرعه وضعته في المجموعه الثالثه لمسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه بجانب فريق اسكو دوكارا من طوغو وبيراميدز وكذلك فيوتشر المصريين، يعني فريقين مصريين لفريق الجيش الملكي في نفس المجموعه. ولا هاد الفرق كنعرفهم باستثناء فريق فيوتشر. نعم فيوتشر المصري هذا فريق اللي حديث العهد وحديث التاسيس، هذا فريق اللي تاسس سنه 2011، فريق اللي حتى الساعه خد 5 ديال المباريات في الدوري المصري، فريق اللي كيحتل المركز الثالث وراء قطبي كره القدم المصريه الاهلي والزمالك. الاهلي عنده 15 والزمالك عنده 14 وعندو هو 13 النقطة. فريق اللي حقق 4 ديال الانتصارات وتعادل واحد، فريق الذي لم ينهزم لحد الساعة، فريق يجب الحذر من هذا الفريق ديال فيوتشر. فريق الموسم الماضي اللي حقق 56 نقطة وحقق المركز الخامس وحقق 16 انتصار و8 ديال التعادلات و10 ديال الهزائم. وفريق بيراميدز المصري اللي غنواجهه ايضا هو ايضا من الفريق ديال مقدمة الترتيب حاليا في الدوري المصري، المركز الخامس وراء الاهلي والزمالك وفيوتشر وغاز المحله، وبيراميدز هو المركز الخامس ب 11 النقطه، غير هو خد 6 ديال المباريات وايضا لم ينهزم في هذه 6 ديال المباريات، حقق 3 ديال الانتصارات و 3 ديال التعادلات. اذا اعتقد لان الجيش الملكي الصوره اللي ظهر بها هذا الموسم مع المدرب الجديد واللاعبين اللي شفنا انهم كيلعبوا بواحد الطريقه مختلفة تماما عن المباريات السابقة ديال المواسم الماضية، أعتقد وكذلك العودة ديال الجماهير للمجمع الرياضي الأمير مولي عبد الله لاحظنا في المباراة الأخيرة ديال كأس الكاف، وكذلك الفوز ديال كرة القدم النسوية بعصبة الأبطال الإفريقية، فأتمنى أن هذا الفريق الجيش الملكي تنعكس عليه هذه الأمور وأيضا يرجع شيئا ما للصورة اللي عرفنا عليها ديال فريق الجيش الملكي. نعم. وطنيا وإفريقيا. نعم الشيء اللي كنتمناو يعني عودة قوية لفريق الجيش الملكي، خصوصا نتمنى أن يفوز بهذا الكأس الإفريقي كذلك حتى تبقى في المغرب، علما أن حامل اللقب هو فريق نهضة تبركان. بالنسبة للمجموعة الثانية هناك أسيك ميموزا الإيفواري ديابل نوار بعد غير تأهل للربع،
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عنده شوف عنده كامل المؤهلات باش يقدر يتاهل للدور القادم، لان المستوى اللي شفناه ديال فريق الجيش الملكي هذا الموسم خصوصا في البطوله يعني مستوى جيد بالمقارنه مع مستوى فريق الجيش الملكي في السنوات القليله الماضيه. المجموعه الثانيه علي اسيك ميموزا من الكوت ديفوار، ديابل نوار من الكونغو، ريفرز يونايتد من نيجيريا، ودي سي ام بي من الكونغو. المجموعه الرابعه فريق مازيمبي الكونغولي، المونستير التونسي، يونغ افريكانز من تنزانيا، وريال باماكو من مالي. اذا كنشكرك جزيل الشكر زميلي علي بالعياشي، نلتقي في فرصه قادمه بحول الله لحظات، وسنفتح الخطوط للمستمعين الكرام من اجل التواصل والتفاعل معنا قبل المقابله المقبله والهامه للفريق الوطني المغربي امام المنتخب الفرنسي برسم نصف نهائيات كاس العالم. اذا اذكر بالارقام الهاتفيه من اجل التواصل معنا مستمعي الكرام، 0-25-66-66 0-25-66-67 و 0-25-66-68 اعيد 0-25-66-66 0-25-66-67 و 0-25-66-68 وناخذ معنا اول مكالمه. احمد من الدار البيضاء، مرحبا. السلام عليكم خويا مهدي اوبجيك. مرحبا بك اخويا احمد. كيف دايره الصحه؟ الحمد لله كنشكروك وكنشكر كل عامين براديو بلوس واخت مستقبلات المكالمات، وكنحيوا المنتخب المغربي بعدا اللي وصل لهذا الدور نصف النهائي. سبحان الله العظيم دابا كيجيني الله بانني باقي كنحلم. كيجيب لي الله. لا الحلم دابا اصبح حقيقه. الحلم اصبح حقيقه الان. هو حقيقه سبحان الله العظيم. شوف اخويا مهدي، انا كنت كنراهن، انا كنت كنتصل بسعيد زادو قدي واحد شهرين قلت له او كاس العالم غادي تقام في دوله قطر، كل 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 كما كنقولوا كل الظروف هي معانا، الجمهور دوله قطر، الجماهير العربيه والاسلاميه، كل شيء الحمد لله معانا. والله سبحانه وتعالى كيقول انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. سبحان الله العظيم. حنا ده غير واحد القضيه، المنتخب الفرنسي وانا كنقول لك منتخب اسباني ومنتخب برتغالي هم اقوى من المنتخب الفرنسي، ولكن المنتخب الفرنسي هنا فين كاين عنده واحد القوه كيخلي لك الكره وكتجيب كيجيب لك الله بان المنتخب الفرنسي دخل في مرحله فراغ. غير في نفس السياق احمد، في نفس السياق يعني لك فهمتي انت كيجبد معاك احمد، هذه خصو وحدي مع وليد الركراكي، لان المنتخب الفرنسي كيطلق لك الكره. نعم يطلق لك الكره كيخليها لك انت، ولكن عنده شي عاده منهم عثمان ديمبيلي ومنهم ذاك بابي ومنهم ذاك اللاعب جيغو حتى كيغفلوك. فلهذا كنتمنى من وليد الركراكي يحتفظ هذا، وكنحيي كل الشعوب العربيه والشعوب الاسلاميه ساندتنا، وكنحيي كذلك واحد الفاصل بحكم انني ولجهه السوس اللي شفتهم البارح في سوق وقف فاصل الترا امازيغن، كنحييهم وكنحيي كل طلبه القران الكريم اللي كيساندونا في الجهه ديال السوس. وكنحييك اخويا مهدي المهدي والله يعاونك. شكرا احمد، وكما قال يعني احمد الان كل شيء ممكن، ربما الاصعب وليد دار من خلال التاهل الدور الثاني ثم التاهل على حساب اسبانيا والبرتغال، الان كل شيء ممكن. من الدار البيضاء ننتقلوا لمراكش عند حسن، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. امسيه سعيده. علينا وليك. كي داير عباس بخير؟ الله يحفظك خويا حسن. الله يحفظك. سي سعيد ياك ما مشى لا لا عنده عنده اغراض شخصيه وان شاء الله غيكون معنا في المستقبل. يا 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 شوف 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 حنا عشنا السبعينات والملحمه ديال 76 وديال 86 وديال 98 و 2022. شوف نعم حنا الفريق الوطني المغربي نعطيك للتاريخ، حنا اللي تيكون عندنا دفاع قوي احسن هجوم، هو تكون عندك الديناميك يكون عندك الدفاع قوي، راه الله سبحانه وتعالى غادي ينصرك وغادي ينصرنا. حنا راه شوف راه الظروف كي قال الاخ اللي سبقني، شوف مواتيه علاش قطر المغرب اربعة المرات كاين هو الاول في افريقيا يطالب باش يتنظم كاس العالم ايام المرحوم الحسن الثاني طيب الله طاره. نعم فهمتيني؟ حنا بقنا افريقيا. نعم كلشي حنا دائما سباقين الحمد لله. الحمد لله. شوف والمغرب هذا كاس العالم خاصو ينصفوه،
راه في 74 73 الحكم لون تيغانا راه قسانا بالرشوه مع الزاير سابقا. حضرنا هذيك المقابله كانت مو تلفازه وتفرجنا والمرحوم الشاوي قدو هذا على اين هي. تنقول لك حنا ان شاء الله باذن الله شوف تقول لي من فرنسا ولا هذا حنا ولا 9 شهور و11 11 هادشي ديك الحدود متساويه. لا شوف ان شاء الله حنا غادي تاني تضرب البار وتخرج هذا البارات ان شاء الله والناس كلش الدعوات وهذا وغادي باذن الله وقواته هذيك الملحمه الامبراطوريه المغربيه ان شاء الله بما فيها والمخازير وهذا انوال وهذا داك الشيء ان شاء الله سيتحقق باذن الله وقواته. كاين العزيمه وتنشكروا دوله قطر بحال لاعبين في بلادنا سبحان الله العظيم. هذا الجمهور هو متعنا الله الله يحفظه والله يحفظ الملك ديالو كنا الحمد لله هذه الدوله الشريفه باذن الله ستدخل التاريخ ورجع المقوله ديال المرحوم الحسن الثاني الله يوالي برحمه الله. شوف حنا عندنا شعب ديال التحدي هادشي اللي كاين التحدي صافي هذا التاريخ ان شاء الله باذن الله وما توفيقه الا بالله أقول معلوم فطير الله ملك ورسوله والمرسل. نعم إذا شكرا شكرا لك حسن. إن شاء الله المنتخب المغربي موفق بإذن الله الأربعاء القادم. نبقاو دائما في مراكش وننتقلوا عند الأخ عبد المجيد. مرحبا. مساء الخير الأخ مهدي. مساء النور. تحية خاصة لك والطاقم التقني نتاع راديو بليس. تحية متبادلة. نعم غادي نهضروا على المقابلة نتاع فرنسا. مقابلة ماشي سهلة ماشي صعيبة يعني الحدود متساوية أنا بالنسبة لي والمغرب دخل التاريخ من بابه الواسع لأنه باش يكلاسي هو الأول في المجموعة ديالته وينتصر على إسبانيا والبرتغال الشيء راه ماشي سهل راه إنجاز كبير وراء هذا الإنجاز صاحب الجلالة نصر الله والجامعة والطاقم التقني والرياضي نتاع وليد والشعب المغربي والجمهور اللي هو اللاعب رقم واحد. نعم صحيح. جزئيات بسيطة اللي غادي تحسم في هذا الماتش. صحيح. انا كنقول في كيما كان كيما تحسم المباراة ديال البرتغال وتحسمت المباراة ديال اسبانيا بنفس الشيء غيتحسم خص المنتخب الوطني المغربي ديالنا ان شاء الله يكون مركز مزيان يعني ويتفادى الاخطاء وما يكون غير الخير ان شاء الله. تماما هذا الشيء اللي وانا على يقين بان وليد الركراكي والطاقم التقني اللي معاه لان مع الطاقم التقني اللي هو كبير وعنده تجربه ما نساوش هذا الشيء جنود الخفاء يعني غادي يكونوا شي جزئيات باش غادي نقدروا نربحوا المقابله يا اما نمشيو لضربات الجزاء والاشواط الاضافيه يا اما تحسم المقابله في 90 دقيقه وحنا كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى باش تحسن 90 دقيقة وعندي الثقة اليقين زعما الثقة التامة بأن هاد اللاعبين كيتقاتلوا في الميدان. نعم نعم فهمتي وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى تكون الصفوف ديالنا كلها متكاملة وما ندوزوش لان خطا بسيط هو اللي غادي هادشي اللي قلنا هادشي اللي قلنا التركيز ان شاء الله التركيز وتفادي الاخطاء وما يكون غير الخير هادشي اللي كاين ديال الاخطاء وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى نربحوا هذا الماتش عاد نفكروا في الماتش نتاع النهايه. نعم وشكرا اخ مهدي نخلي الكلمه للاخوه الاخرين. شكرا شكرا لك شكرا لك عبد المجيد من مدينه مراكش. نرجعوا لمدينه الدار البيضاء عند حميد. مساء الخير. مساء الخير سي المهدي. مساء النور. قبل ما ندخل معك الموضوع بعدا بغيت نوجه واحد التحيه للاعب السابق الكاميروني ايتو صامويل كامل الناس اللي امن صامويل اطو لانه كامل الناس اللي امنوا بالمنتخب الوطني والشعوب باش يوصل النهايه. نعم وقبل ما ندخل مع الموضوع كنتمنى من الجامعه تدعي حارث. نقول لك علاش لانه في 2017 الوداد كان عنده نجم عنده عكازين وفي 2022 كان عندها لافي كان عنده عكازين وجاب الله التيسير في الزاب العصبه. نعم يكون اللاعب حارث حاضر ان شاء الله بعكازين يفوز بكاس العالم ان شاء الله ان شاء الله. ما غندخلش معك غنبقى ديما عايش هاد الفرحه ما تخش المقابله ديال فرنسا. بغيت غير نهضر على واحد الحويجات زوينين اللي رسخهم الفريق الوطني ورسختهم الكره القدم الوطنيه من بزاف الحوايج. الاولى ان اللاعبين بعد كل انتصار كيجدوا الله سبحانه وتعالى
سجدة شكر وكيمشيو يحتفلوا مع الوالدات ديالهم. وهذا ان شاء الله يولي واحد التقليد غير صخور الاجيال القادمه ربما كان الفرق العالمي غتولي ديرها التقليد. يعني كيقدموا الامهات ديالهم ما كاين لا جورجينا ولا كريستينا ولا انجيلينا. نعم. هذا الاول. الثاني وهو ان العرب هشت فيديوهات العرب والاجانب صحوا كيحفظوا النشيد الوطني وكيردوه. هذا توا كنعتبره انجاز كبير. نعم. وتقول الانجاز الثالث هو على دوك الناس اللي هكا وعليك الحقد ديالهم راه عرينا النظام ديالهم قدام العالم. نعم. وعرفنا ودابا الان العالم عرف ديك المقوله ديال جاد الملك الله يرحمه الحسن الثاني مع من حشرنا. نعم. بالجوار. نعم. واما فرنسا داكشي دا دابا غير رجع الناس نحلم وما رفيق تدي الوداع المغرب ان شاء الله. ان شاء الله. إن شاء الله. شكرا حميد من الدار البيضاء. نبقاو دائما في مدينه الدار البيضاء وننتقل الان عند عبد الله. مرحبا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير بخير؟ الله يبارك فيك. كما كاين باس عند الاستاذ؟ لا غير شي ظروف شخصيه ان شاء الله غيكون معنا مستقبلا. بلغ لي سلام. مبلغ. انا عندي واحد النقطه اللي خاصني ننتبهوا ليها. انه ولا عندنا الاحتراف في البطوله الوطنيه. اييه. وهذا الاحتراف راه ولا عنصر مزيان. بحال عطيه الله راه ولا من ولا محترف ولا فهم الكره مزيان وفهم التدريب وفهم شحال من حاجه هو وجبران والباقيه. نعم. والحمد لله الدراري ديال البطوله فهم بلاو بلا الحسن لانه حتى التالق ديالهم ما جاش من فراغ يعني راه تالقوا مع الفرق ديالهم مع الوداد في عصبه الابطال كذلك اللاعب اللي دخل جواد اليميق فخدا الخبره في اولمبيك وخريب قاو الرجاء قبل ما ينتقل للاحتراف دونك الحمد لله كاين يعني كاين عندنا مؤهلات حتى لاعبين محليين يستحقوا حمل القميص الوطني وهذا شيء جيد. والنقطة الثانية وهو الإطار الوطني خاصنا نوضعوا الثقة في الإطار الوطني راه عندنا. نعم. الكفاءات ما نبقاوش نجيبوا من مدربين بزاف من برا. نعم. دابا البطولة الوطنية عامرة بالتونسيين راه كاينين. نعم. المغاربة الحمد لله كاين خاصنا. نعم. نوضعوا الثقة ونوضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب. نعم. والركراكي راه ماشي صدفة راه مع الفاتح مع الدحيل مع الوداد يعني. نعم. ماشي صدفة بأنه غادي يوصل لهذا الشيء. وانا كنت انا في الاول راه سولت سعاد كنت متفائل. نعم. علاش؟ لانه هو يا كاع اللي كيستحق الداه اللي كيستحق كاع اللعابه اللي كيستحقوا المنتخب الداه. نعم نعم. ويعني الاكيد نتمنوا. نعم. الفوز ووحدوا مع يعطيو شي حراسه لاصقه لمبابي هو. نعم. تقريبا هو الجوكر ديالهم تقريبا. نعم. ومبابي يعني من اللاعبين الجيدين ما خصناش نخليو ليه مساحات يعني الحل هو لا للمساحات مع المنتخب الفرنسي هذا هو الحل. خمسه راه ما سالفش ماشي خمسه في المونديال. لا ان شاء الله انا عندي الثقه في وليد الركراكي وان شاء الله غادي نلعبوا بنفس الاستراتيجيه اللي قمنا بها في المباريات السابقه وما يمكنش وليد يخلي مساحات للمنتخب الفرنسي. واللي جات مرحبا بها. نعم. كوره راه 50-50 كيبان لي. هادشي اللي كاين. حظوظ متساويه. حظوظ متساويه. وشكرا لك عبد الله. شكرا لك عبد الله من مدينه الدار البيضاء. نبقاو دائما في كازا وننتقلوا عند الاخ طلال. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بالسي المهدي. الله يبارك فيك خويا طلال. اولا بغيت نطمن على السي سعيد ياك لاباس. لا غير ظروف شخصيه وان شاء الله غيكون معنا في المستقبل ان شاء الله. وبلغ لي السلام ديالي بعدا. مبلغ راه داك السيد راه محبوب عند المغاربه جميعا. نعم. وانت ان شاء الله غادي تاخذ نفس النهج ان شاء الله. نتبع لك ان شاء الله. شكرا لك يا طلال. بالنسبه للقضيه الوطنيه اللي ولات قوميه عربيه واسلاميه. ان تنصروا الله ينصركم. ربي نصرنا. هادشي راه بحال الحلم صراحه والله. اي قناه واي لا بدا لا في اندونيسيا ولا في العراق من الخليج المحيط. نعم. كل شيء كيهتف بالفريق الوطني المغربي. نعم. سي المهدي انا غادي نقول لك واحد السيناريو وان شاء الله هو اللي غادي يكون باذن الله. الله اللي كيعلم. المغرب غادي يسجل الاصابه الاولى في الدقيقه واحد. ضربة الزاوية غير ماركا نصيري. نصيري. وغادي نصيري ان شاء الله. وغادي نتعذبوا في المقابلة وغضرب البوطو وغتخرج وفي الدقيقة 49 يعني بثواني باش تصفر غيصفر الصوت الثاني نزلوا الفيستير. غادي تسجلوا الفرنسيين واحد ارتباك.
غادا تضرب شي واحد وغادي فيا البيت ثاني ان شاء الله. نعم. والصوت ثاني غادي نتعذبوا غادي نصمدوا وغنسجلوا الهدف الخلاص بالدقيقه 89 ان شاء الله. هذا سيناريو مزيان هذا. الله ودي وغادي يكون ان شاء الله ان شاء الله ان تنصروا الله ينصركم ان شاء الله. اخي طلال عزيز سلامة. شكرا شكرا لك طلال من مدينه الدار البيضاء. نبقاو دائما في كازا ونمشيو عند عبد المجيد. مساء الخير. مساء الخير اخي. مرحبا. كيداير سي مهدي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. بخير سلام لال سعيد اخويا الله يرحمه. بالله خويا وسيدي كنشكروا المنتخب ديالنا حمد لنا الحمد لله وجهنا وحنا المغاربه ان شاء الله راه شعب ديال التحدي تاع حاجه ما كتغلبنا اللي درنا فيها راسنا الحمد لله لكنقضيوها فهمتيني. وتحيه كبيره 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 بزاف للناخب الوطني الركراكي صراحه راه دار شي حاجه اللي هي كتستحق. واحد القضيه اللي رئيسيه اللي بغيت نهضر فيها هي نحضيو راسنا من التحكيم. نعم لحد الساعه فالتحكيم يعني كان جيد باستثناء بعض الفلاتات اللي ما عطاناش حقنا في بعض. نعم هذا الدومي فينال ما تعرف باش يطبخوا فهمتيني ولا لا. يعطيك شي عقرب في الماكينه اللي بدا يدير لك في المشاكل فهمتيني. هذا هو مش خايب لنا زيدان ديك لا راه هذه قال لك اودي راه الصراحه اللي كيف نصلوا للمغرب راه مانيفيك ولكن يحذيو راسهم من التحكيم لان تقدر تكون شي حاجه هو عارف الخبايا ديال هذه المسائل هذه. ونطلبوا الله تعالى لهم التوفيق. ان شاء الله وراء المغرب كل شيء معاهم ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله غادي يجيبوا لنا الكاس باذن الله ان شاء الله. هذا ان شاء الله وكنظن وهذه واحد القضيه بان غادي يبقاو ان شاء الله في الفينال هما وكرواتيا المغرب ان شاء الله وكرواتيا في النهائي ان شاء الله. هذا حدث ديالي وان شاء الله نطلبوا الله تعالى التيسير. نعم شكرا خويا المهدي. شكرا لك عبد المجيد ان شاء الله بارك الله فيك بالتوفيق ان شاء الله للاسود الاطلس بارك الله فيك. نهار الاربعاء وغنواصل هاد استقبال المكالمات ديال المستمعين الكرام للحديث عن المباراه القادمه امام المنتخب الفرنسي. والان معنا نور الدين من مدينه فاس. مساء الخير. مساء الخير سيدي المهدي. مساء النور. تحيات اودي. تحيات متبادله خويا. كنتمنى داك السيناريو اللي قال سي طلال احسن سيناريو 3-0 يعني. والله يا خويا تنتمنى انا نقولوا فمك الله. نعم هذه احسن سيناريو توقع هو يعني. كنشكرو بزاف اخويا. اش نقول لك اودي اش نقول لك نتمنى والله شي بيس بروميير ميطال عاوتاني ندخلوا ليها ما يكونش لك شي تقيبه شي شقيقه نشدوها وما يكون غير خير ان شاء الله. مبروك عليك المهدي وانت حنا فرحنا ب 86 وفرحنا بزاف ديال انتم ما شاء الله وفرحنا الان ب 2022 ايوا وحنا سابقين لكم بزاف سابقكم الفرحه المهم كون غير خير ان شاء الله ولا كانوا الداري مزيانين ان شاء الله بحول الله يكون المزراوي باري وسايس ونايف اكراد هادو ثلاثه الا كانوا ان شاء الله حاضرين راه غادي نعذبوا فرنسا مزيان وراه ما يكون غير الخير السي المهدي. ونتمنى انتصار المغرب ان شاء الله مهم ونفرحوا كلنا ان شاء الله جميع ان شاء الله. وتحيه تاودي المهدي الله يدعي معنا ان شاء الله الفريق الوطني يكون موفق باذن الله. شكرا لك نور الدين من مدينه فاس. الان نمشيو لايطاليا معنا الاخ مصطفى من ايطاليا. مرحبا مصطفى. ما شكرا اخ مهدي تحياتي ليك وتحيه السي سائس الدوق واخا ما كاينش معك في البرنامج. اخويا شنقول لك احنا هنيئا لنا بهذا المنتخب ديالنا اللي فرحنا وفرح جميع المغاربه لا في المغرب ولا خارج المغرب. المنتخب ديالنا صراحه خلى العالم كله كيتكلم عليه وبالاخص هنا في ايطاليا الناس تبهرات على ذاك الاداء اللي قدم المنتخب المغربي ولا سيما كيذكروا كيشكروا اللاعبين مثل اوناحي مثل امرابط النصيري. فصراحه المغرب قال لك ماشي مفاجاه المغرب لعب عن جداره واستحقاق السي مهدي وكنت قال كنتمنوا ليه المزيد ان شاء الله ويمكن غيوصل للفينال ان شاء الله وغيتقاتل على هاد لاكوب هادي ان شاء الله غادي يفوز بها ان شاء الله. وخلى صراحه خلى العالم كامل هنا كيتفاجئ بالمنتخب المغربي صراحه. قال لك شنقول لك اخاي مهدي المغرب خلى هنا واحد البصمه كبيره هنا في كاس العالم. نعم ونتمنوا له الفوز بكاس العالم وشكرا اخي مهدي. نعم اذا شكرا لك مصطفى من ايطاليا.
وطبعا ان شاء الله الفريق الوطني يكون موفق. لماذا لا الفوز بكاس العالم، ولكن الان عندنا محطه ديال فرنسا هي اللي نتمنوا اننا نكونوا موفقين فيها باذن الله. نرجعوا للمغرب ونمشيو للقنيطره عند احمد. مساء الخير. نقطع الخط لحظات و معنا مستمع اخر محمد من قلعه السراغنه. السلام عليكم. مساء الخير. تحياتي اليك سي مهدي الاوزيك. تحيه متبادله. تحيه سي سعيد زادوق سي خويا على سي سعيد مبلغ. نعم انا المنتخب ان شاء الله مازال مفاجات ان شاء الله جايين، مازال بعض اللعبه ما دخلوش غادي هذوك من المفاجات ديال المغرب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. مازال ما دخلش الزروري والخنوس هذوك الدراري ان شاء الله غادي يديروا مفاجاه هذوك الدراري. انا ما عارفينش لانه كل شوف كل لاعبين ديال الفريق الوطني عندهم مؤهلات. راه وليد قال بانه هو كيعتمد على 26 لاعب، لا يعتمد فقط على 11 لاعب، 26 لاعب كلها عند المؤهلات للدفاع عن الوان المنتخب الوطني المغربي. عادوا هذاك السيد مرضي وليدي هذوك ان شاء الله هما المفاجاه، وانا تنقولها لك وغادي نعاود نعيط لك هذوك هما اللي غادي يديروا مفاجاه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. سلمي على سي سعيد وعلى تحياتي لك. شكرا لك محمد من قلعة السراغنة. نمشيو الآن لفرنسا عند يونس. مساء الخير يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبروك علينا كاملين على هذا الإنجاز التاريخي. أنا بغيت نهضر معك على الماتش اللي غيكون نهار الأربعاء إن شاء الله. إيه. أنا بالنسبة لي غادي تلعب على جزئيات صغيرة. نعم. ككل مباريات قوية يعني. فاش تشوف اللعب ديال فرنسا وديال المغرب تيتشابه. انا بالنسبه لي اللي كاينين زوج اللي غيقدروا يديروا الديفيرونس، انا تنتمناها المغرب. هو في الكوتي اللي كاين فيه بوفال حتى فرنسا، في الكوتي اللي تاع لا ريال دو كاين كوندي. كوندي هو ماشي دو باز، سي ان ديفونسور دو ميتي. حنا في الجهه الاخرى كاين عندهم دامبيلي، حنا في الجهه الاخرى راه عارفين مباطي كاين فيها حكيمي. نعم. وزياش تيرجع. نعم. هما تما راه دامبيلي راه ما تيرجعش، راه ما عندوش ما غيلعبش هذاك اللعب ديال باش يرجع. حنا خاصنا نستغلو. نعم. وهذه في صالح بوفال وصالح عطيت الله الى لعب او نصير مزراوي. هذه 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 هي في صالحنا. راه تنقول لك انا بالنسبه لي اللي غيكون ديفيرونس يا اما دامبيلي اللي غيدير ديفيرونس يا اما بوفال خاصنا نلعبوا على هذيك الجهه، حيت هما راه كونديرا ما غيطلعش. راه ما يطلعش هذه يكون على يقين. وفرنسا ديما هذا ديشون راه الفلسفه ديالته ديما هكا، راه تيعتمد على غيعتمد على لاغوش ولا درو. حتى مام الماتش الاول تاع فرنسا اللي كان تشيلار كان بافار، ودامبيلي ما بغاش بافار، قال لهم علاش؟ حتى هو دامبيلي راه ما تيبغيش يرجع اللور. نعم. حتى هذه خاصنا نقراوها وخاصنا سميتو خاصنا نعرفوها. وان شاء الله الخير غيكون معنا ان شاء الله ومشو النهائي ان شاء الله. ان شاء الله هذا الشيء اللي كنتمناو ان شاء الله، التوفيق للفريق الوطني في المباراه امام المنتخب الفرنسي. شكرا لك يونس بن فرنسا. وغادي ناخذوا او غنواصلوا اخذ مكالمات المستمعين الكرام. نمشيو الان لمارتيل عند وليد. مساء الخير وليد. خويا مهدي لاباس؟ لاباس عليك، الله يبارك فيك. الله يحفظك. يعني الأمة العربية والإسلامية والإفريقية كلها. هو صراحة زعما شخصيا مازال ما كنفرحش بزاف، حيت بالنسبة لي باقي زعما طمع كثر. بالنسبة لي أنا والد كنثق فيه بزاف. والد واحد النهار تلاقيته في واحد الوطير، قلت له يا والد بغينا العصبة، قال لي يكونوا معايا رجال وغنجيب العصبة إن شاء الله. زعما هذيك العبارة أثرت فيا، وبالنسبة لي أنا والد باقي غيقدر يدير شي حاجة أكثر من هذا الشيء اللي دار. اللي مأكد مع والد هو أن تا منتخب ما غادي يربحنا بسهولة. تلقى بدأ الله ونهزمنا، غادي نهزمو بواحد الصعوبة كبيرة. نعم. التغييرات اللي دار وليد في الماتش ديال سميتو، بزاف الناس تيهضروا على الخطة الدفاعية، لأن تسال الماتش، أنا في الماتش ما يمكنش نناقش الماتش لأن كتكون مرفوع، أنت كيسالي الماتش وعاود تفرج الماتش باش تشوف التغييرات اللي دار وليد. راه واحد لقيتها حيدنا وسط الميدان أمن الله، ودخل البالون، ولينا لاعبين بخمسة، جوج ثلاثة، الهجوم ما غيرناش، خلينا ديما أجنحة، وخلينا راس الحربة هو هذاك. لان فهمهم باللي غادي يلعبوا الكواري طوالين وما غاديش يدخلوا من الوسط. حتى القراءه التكتيكيه ديال الوالد راه كاينه، صحيح كاينه رضا الوالدين، صحيح كاين الدواء، ولكن السيد راه واعي، السيد راه دماغ. نعم. باش نكونوا واقعيين، السيد عنده ما يقول في التكتيك، عنده ما يقول. صحيح. لا
لا لا شيء هادشي بان واضح يعني للجميع في نهايه كاس العالم، يعني طريقه قراءته للخصوم والمباراه ديال الفريق الوطني راه اكدها من خلال يعني كما كنقولوا الطريقه اللي واجه بها المنتخب الوطني الخصوم ديالو. وهو وليد اللي زوين نعم. فيه وليد ما عندوش خط، وليد واحد الموديل على عكس المدربين الاخرين هما وافيين ديك التكتيك. وليد ما عنده حتى خطه كيلعب بها، وليد كيتادابط مع الخصم كيغير المجريات ديال اللعب على حسب الظرفيه ديال المباراه. يعني كيبقى لاعب بنفس التكتيك وفشل مع وليد. وليد راه كيلعب بربعة جوج ربعة، ماشي يلعب لك بربعة ثلاثة واحد. هكا كنشوف انا مع الوليد الحقيقه كيدير 4 2 4 كنا كنلعبهم بيتزا وتصومو كيدير جوج اجنحه. يعني وليد كيتادبط على حسب المباراه. نعم مع فرنسا نتمنوا ان هذاك الحاد اللي كان معنا يبقى معنا. وهي واحد القضيه هاد كاس العالم زعما عنده بزاف ديال لي ما زوينين، واحد الشعوب يعني بزاف الناس فرحوا، والتداعيات ديال هاد الكاس مهدي غتكون كبيره بزاف. نعم دابا مثلا غير ولادني غنمشي لكاس العالم انديه ما خصنيش نبقى نفكروا ديك نمشيو باش نشاركوا. لا والد حيد هذاك القيود صافي، مشيتي تلعب لعب اخويا باش تتابع. نعم في المنتخبات كلنا من العربيه المنتخبات الافريقيه في الدورات الجايين يعني العقليه غتتبدل، حيت هذا الهاجس اللي وقع لنا راه في الماتش ديال كندا راه تدخلنا واحد شويه الشكوك واش غادي نرجعوا للسيناريو القديم. ولكن صافي مادام دزنا من الدور هذا ما كيسميتو باش ما نطولش على العموم. والد كامل الثقه فيه، الاطر الوطنيه ما تخبوش ولا هاد الكلمه ديال الاطار الوطني، سيروا تخدموا راه كاين استعطاتهم فرصه وفشلوا. بزاف الناس بغاو يتخبيو ورا داك الاطار الوطني استعطى فرصه. نعم. ولكن استعطاتهم فرصه ونجح. كاين المدربين استعطاتهم فرصه وما نجحوش بقاو محتكرين في السوق واحد المده طويله وحرمونا بزاف ديال الكفاءات. نعم يعني سير تخدم، ما تبقاش تقول ديك الكلمه ديال الاطار الوطني استعطاك فرصه، اللي استعطاته فرصه غيب كيبين بزاف. المهم باش ما نسميتو راه ميساج واضح. اذا شكرا لك وليد من مدينه مارتيل، سنواصل طبعا استقبال مكالمات المستمعين الكرام، وناخذ مبارك من مدينه الدار البيضاء. مساء الخير. السلام عليكم سي المدين. وعليكم السلام. كتسمعني مزيان ياك واخا انا في الشارع؟ بوضوح كنسمعك بوضوح. حنا سي المدين نتمنى الفريق الوطني المغربي ما يحشمناش، حنا وصلنا المربع الذهبي. نعم وصلنا المربع الذهبي عن جدارة واحد واستحقاق. صحيح حنا منتخب كبير من ضمن اربع منتخبات اللي دازوا زنا بحالنا بحالهم. نعم. حنا كبار ما نخافوش منهم، اول حاجه ما نخافوش منهم. لا لعبوا كوره والرايه ديال المغرب الحمد لله راه داز النصف النهائي. وما نخليش اللاعبين ديال المنتخب الفرنسي يلعبوا جهه الكاري، الكره ما تبقاش حنا واقفين في الدفاع بزاف، ما نخليهمش يلعبوا كره بزاف. نعم مهاجمين دابي ودين بيلو دراري اخرين يكون واحد التاكل شويه التاكل. نعم وسط الميدان ما نخليهمش يلعبوا كيفاش يتيريو كيفاش، لان غتكون كره ثابته عندهم. نعم. القذافه تقد من بعيد تقدر تكون شي بيلانتي ولا شي حاجه ولا في العريضه ولا شي مدافع ديالنا ودخل ونرد البال مع لورجو ملي يكون كونتراتاك. حنا عندنا كونتراتاك. نعم. انا عا كنقول حيت تبارك الله وليد الكرادي عارف احسن مني. انا عا كنقول هادشي اللي كاين ان شاء الله. لا مبارك راه الفريق الوطني ان شاء الله راه غيلعب بنفس الطريقه، ما يمكنش يلعب بطريقه مغايره على الطريقه اللي لعب بها المباريات السابقه، وان شاء الله يكون الخير. نعم ونزيد واحد النقطه بلاتي، نردوا البال مع الانذارات لنتفاجئوا بشي ورقه حمراء بحال الاخر. شي ورقه حمراء شي حاجه، لان كلشي دابا تابعنا العرب كلشي الافارقه كلشي كنمثلوا الافارقه والعرب. نعم شكرا خويا المهدي. شكرا الفريق الوطني المغربي ان شاء الله. شكرا لك مبارك مدينه الدار البيضاء، نبقاو دائما في الدار البيضاء. ونتقلوا عند خليل. مساء الخير خليل. السلام عليكم. وعليكم السلام. دير مولاي مبروك علينا علينا وعليك انتصار ديال المنتخب الوطني. كنعتبروا اصلا كنعتبروا تتويج مربع الذهبي راه بحال خلينا لا كوب دي موند. كنت كنقول انا ان شويه المنتخب ديال الفرنسي صعوبه، يعني صعيب انك تنتصر عليه حنا كمنتخب مغربي، ولكن طمع صراحه ملي شفت دخلت كنقلب في لوسيت ديال فيفا كنشوف الداتا بيز ديال فرنسا بانوا لي واحد المؤشرات ايجابيه بالنسبه لصالح المنتخب المغربي. مثلا الخطوره ديالهم 58% من الخطوره ديالهم كتجي من الجهه اليسرى عند مبابي. الجهه اليسرى عندنا فيها حنا حكيمي وقدامو زياش، يعني حنا هذه قوه عندنا، يعني باش غادي نزيروا هذيك البلاطه. حكيمي غنطلبوا منه انه يبقى تما في ديك الجهه اليمنى، يبقى في الدفاع ما يطلعش لينا بزاف.
وكتعرف كيفاش زياش مع اوناحي كيفاش كيديروا دوك لي جون دو. دونك هاد المساله هادي مطمئنه. عندهم 28% من اليمن من جهه ديمبيلي و 27% من الوسط. والخطوره ديالهم كامله كتجي عباره عن دي باسون بروفوندور للعمق لا زون 14 للعمق. دونك هاد المساله هادي حنا لا شونس كون ا او هي اننا لعبنا لا مع كرواتيا وانت جاي كنلعبوا مع فرق اللي ميليو تيران ديالهم هذا صحيح وكيبغيو يدخلوا من العمق وحنا قدرنا ان ندير واحد التكتل دفاعي وكنبقى مقرب بالبلوك كيبقى قريب وكيزحف كامل على اليسر ولا كامل على اليمين. دونك هاد الطريقه هذه اللي درنا ما اون يعني زعما المشكل كاين عند لادفيرسير اللي ماقدرش انه يفك الشفره ديال الدفاع ديالنا بهاد الطريقه هذه اللي حنا بحال تفورمينا عليها في الماتشات اللي قبل. دونك حنا اش كنديروا هنايا كنرغموهم على انهم يمشيو يلعبوا من الاطراف وبداو يجربوا واحد الحلول جديده طريقه جديده في الولوج الى المرمى ديالنا. ملي كتخلي الخصم انه كيقلب على طريقه جديده وسط من الماتش بهذوك الانفعالات اللي كيكونوا في الماتش هنا كن اون انفليونس ديك ليغور نعم كنقلبوا على داك الخطا اللي كيجي من عند لادفيرسير. وبالنسبه لينا حنا الا خليناهم يلعبوا على الاطراف ونصيري نصيري راه غادي يبقى عندنا بزاف لا ديفونس باش يحيد الكواري الراسيه. كاينين ثلاثه ديال لي ديفونسور عندنا طوال عندهم هما جيغو. دونك حنا غنبغيو ما امكن اننا نزيرو ما امكن ديفونس ديالنا كيسي نصيري غيكون عنده ادوار دفاعيه اكثر من هجوميه. ولكن نتمنوا انه ملي تكون عندنا الهجمه المضاده ديالنا يكون ريكوبيرا شويه باش يقدر ينهي فوالا. نعم هادو كاملين شفنا غير لي بوين فور ديالهم كنلقاوهم انه في صالحنا. الا جينا نشوفوا لي بوين دو فيبليس اللي هما عندهم دي بوين دو فيبليس انا طامع في هذا الماتش هذا وبغى يكون الد انتصار وبطعم الكوب دي موند هو الانتصار على فرنسا. نعم. واننا نمرغوا الانوف ديالهم في الارض رياضيا وفوالا هادشي اللي كاين. نعم. وكنقول باش ما نطولش عليك كنقول بان شوف حنايا ما دمنا كنا في الحضيض وصلنا للقمه بدلنا شي حاجه لان لا يغير الله ما بقومي حتى يغيروا ما بانفسهم. حنا نشوفوا هذا الشيء اللي طرا ناخذوه كميراث ونبنيو عليه نستافدوا من هذا الانجاز هذا صحيح لينا تماما صحيح. هذا هو اللي كاين. نعم وشكرا لكم على الفرصه. شكرا لك اخي وساواصل مع المستمعين الكرام وكذلك المتابعين الاوفياء بعد الفاصل. ايام فيات تيتود رجعات على قبلكم. الموعد ديال الناس اللي كيفليو قبل ما يشريو. اجيو شوفوا وجربوا السياره المهنيه والعائليه فيات فيورينو واستافدوا من عرض مالو متيل بدون تسبيق بدون اداء لمده 3 اشهر وبدون مصاريف الملف من 25 نوفمبر الى غايه 31 جانفير في جميع وكالات فيات. ايام فيات تيتود هي اللي تصلح ليا. راديو بلس دار البيضاء 94.0 نقاش في الرياضة. نقاش في الرياضة من الاثنين إلى الخميس من الثانية إلى الرابعة زوالا مع سعيد زدوق على راديو بلس. مرحب من جديد بكل المستمعين الكرام على غاديو بلوس في برنامج نقاش في الرياضة. أذكر أنه اليوم أنوب عن زميلي سعيد زدوق الذي يغيب لأسباب شخصية وأواصل مع المستمعين الكرام. معنا الآن عصام من الدار البيضاء. مساء الخير. مساء الخير في المنزلة بسعيد. الله يبارك فيك. الله يحفظك. أول حاجة كنهنئ الشعب العربي والمغربي على هذا الإنجاز التاريخي اللي غيبقى محفور عاد الذاكره ديالنا مع مرة غنساو. ثاني حاجه ما غاديش نهضر على الطاكتيك ما غاديش نهضر على حتى شي حاجه في هذا الشيء كامل. غنهضر غير على الفلسفه ديال وليد الركراكي اللي كنت هضرت عليها مع السي سعيد المره الاولى وكان واحد الكلام كنت قلتي انت السي المهدي ان المستوى ديال بطل كاس العالم كيتطور مع الماتشات. الحمد لله ماتش ماتش كنطوروا يعني درجة غادي بشوية بشوية. وهالماتش ديال الماتش ديال إسبانيا ديال البرتغال كيبين على المستوى ديالنا في الدفاع كيبين على المستوى ديالنا في الهجوم أننا عندنا بزاف ديال التغييرات. والنجم الأكبر في هذا الشيء كامل هو المنتخب المغربي كافة بالطاقم التقني ديالو بوليد الركراكي
السيفون جينا القرجاع اللي داير الخدمه ديال هاد الشيء باش طمنا ليه. ما وصلناش ليه غير ما بين نهار وليله ولا شهورين ديال الخدمه ديال الوالد الكراكي. هاد الشيء وصلنا ليه في الخدمه ديال سنوات من 2013 والمغرب خدامه لف الفروق لف الانديه على المستوى النسوي. راك شتي كره القدم المغربيه كتطور نهار على نهار. نعم هذا فعلا لانه هذا الانجاز ديال الفريق الوطني يعتبر يعني بمثابه تتويج للمجهودات المبذوله منذ سنوات على مستوى كره القدم الوطني وعلى مستوى المنتخب الوطني كذلك. وهذا الشيء اللي تسنينا المجهودات كامله اللي دارت تسنيناها مع فريق الرجاء البيضاوي مع فريق الوداد البيضاوي مع فريق نهضه بركان مع جميع الفرق الوطنيه حتى اننا ولينا كنلاحظوا ان فرق الهوات كتعطينا لاعبين في المستوى. يعني التاطير والتطوير ديال الكره المغربيه غدا في تصاعد يعني الحمد لله على هذا الشيء هذا. واللي كنبغي نقول في الاول وفي الاخر بلا ما ندخلوا في الطاكسي كامل بلا ما ندخلوا في هذا الشيء كامل ان شاء الله يا ربي غير هذه المره نديو كاس العالم واللي بغى يكون ليكم ان شاء الله علاش لا كلشي ممكن. شكرا لكم بزاف شكرا على الاستضافه ديالكم. شكرا عصام من الدار البيضاء. من الدار البيضاء ننتقلوا للمدينه مراكش الى عبد الرحيم. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاشي بلي بخير. الله يبارك فيك. التدخل ديالي بالنسبه لواحد الاضافه كي قالها الاخ عزاها بالنسبه لشي ماشي ديال الصدفه. هاد الشيء راه عمل جد ديال 11 سنه هذه. علاش؟ بالنسبه عندنا دابا ثلاث لاعبين من اكاديميه محمد السادس. اييه. اللي هذا المنتوج هذا دابا محلي مغربي. والحمد لله هاد الشيء ماشي جا هكاك راه عمل. رغم السير الكراكي جا ضرب واحد الترفيه يعني ثلاث شهور مثلا. ولكن هو السير الكراكي الله يجزيه بخير وضخ. يعني تفاهم مع اللاعبين مزيان وضفهم المقام ديالهم. وانا نتوكل ان شاء الله وهو المقابلة تاع فرنسا انا بغيت يزيروا لي هذاك البونتي مع ديمبيلي. وراه مربوحه ان شاء الله يعني هاد الاجنحه هادو الا مشينا تكتفناهم راه فرنسا ما عندها ما تقول معنا. نعم. علاش التكتيك ديالنا كلشي عرفوا فيه. ودابا الهرس الامر دابا الهرس العالميين قال لك ما تعرفوش اش التكتيك باش ندخلوا مقابله اخرى. نعم دابا انا دخلت المقابله الدوز راه كل مقابله التكتيك ديالها مختلف. صحيح كل مقابله والسلاح ديالها كما يقال. ماشي بحال الاولى والثانيه والثالثه راه زعما شابو ماشي دابا على هذا الشيء هذو راه هذو راه العباقره ديال التدريب العالميين. نعم يعني قال لك السيد هذا مدرب محنك عنده علاش انت تدخل المقابله ما تعرفش اش هو حاط لك تشكيله حاط كل شيء ولكن باش بغي يدخل هو الله اعلم. نعم. ونتمنى ان شاء الله توفق المنتخب المغربي وراه مربوحه سيدي. ان شاء الله ان شاء الله مربوحه. ونقول لك انا من هنايا راه الفينال كرواتي مغربي. ان شاء الله علاش لا. نعم. السلام عليكم. شكرا لك عبد الرحيم من مدينه مراكش وكما قال يعني كل شيء الان ممكن الحظوظ متساويه ولنا كامل الثقه في العناصر الوطنيه من اجل تجاوز المنتخب الفرنسي. ومن مراكش نمشيو لاسفي عند احمد. احمد مساء الخير. مساء الخير ومبروك علينا كاملين ومبروك على الشعب المغربي. وفي الحقيقه الفريق الوطني كيف ما كنشوفوا حنا في اسفي هنايا ولا في المغرب ولا في العرب كل شيء دار اللي عليه. الدراري داروا اللي عليهم. المدرب دار اللي عليهم وعطينا واحد الصوره والصوره كبيره اللي كتفرح كل شيء لان بينا لهم على الوطنيه ديال المغاربه كاملين وكيفاش رفعنا الرايه المغربيه ورفعنا راسنا. وهذا الشيء بحقيقه تعطلنا عليه بزاف راه من بعد 86 كان علينا نكونوا دينا كاس العالم ولكن الحمد لله بهذه النتيجه اللي داروا الدراري راه شي حاجه كبيره بزاف. انا من الجيل ديال القديم تفرج في 86 وكيفاش فرحنا وكيفاش خرجنا وعاود ثاني خرجنا هذا العام عاود ثاني مع وليداتنا وفرحنا معاهم ومازال كنطمحوا حنا حاجه وحده. السر كراكي الله يعاونوا الوليدات الله يعاونهم كاملين اللي دخل كيقضي الغرض. الحاجه اللي غناكد عليها حنا نربحوا فرنسا والكاس ديالنا ان شاء الله ان شاء الله. لان السي المهدي اسمح لي اول مشاركه معاكم. مرحبا بك. والله القسم الى مرحبا بك. راه الشعور مخلص كما كيقولوا. نعم. نعم. غير الحاجه الزوينه في هاد لاكوب ان احنا كمغاربه وكعرب وكمسلمين وكامازيغ شرفنا
الكره العربيه الافريقيه. باش رفعنا العلم الوطني العالي، رفعنا الوطن ديال القضيه ديالنا الاولى اللي هي فلسطين، اللي حنا ما كنهضروش بالشعارات، حنا كنهضروا بالفعل. بينا على الالتحام ديالنا بالاسره ديالنا، كيفاش اللعابنا ديالنا خرجوا وكيهضروا وكيسلموا على مواتهم وفرحين بمواتهم. هذا راه فرع كبير والحمد لله وتبارك الله على السي المهدي. نعم. ومن اسفي راه حنا كن نعم راه حنا فرحانين وكنهدوا لهذا الانتصار للعرب كاملين والافارقه. نعم، شكرا لك احمد من مدينه اسفي. شكرا تحيات. مرحبا. من اسفي نمشيو لفرنسا، بالضبط مدينه بوردو عند عزيز. مساء الخير. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم اخويا، كيف داير؟ الله يبارك فيك. مبروك الفوز ديال المنتخب والتاهل للنصف النهائي. ايه مبروك لجميع المغاربه. وغير بغيت نقول على الاجواء هنايا في فرنسا، الناس الفرنسيين فرحانين بزاف، سيرتو الناس اللي كيحبوا الكره، باننا غيلعبوا مع المغرب. تصور شحال فرحانين. اي نصراني فرنسي كيتلاقاه فرحان بزاف. نعم. واللي بغيت نقول في واحد اللقاء بعد هزيمه تاع اسبانيا، واحد رومون دومينيك قال بان هادشي كان متوقع بان اسبانيا غتقلق. علاش؟ لان المدرسه الاسبانيه كتعتمد في الدفاع والهجوم على اللاعبين الاجانب. المدرسه ديالها ما كتمتز غير الخط الوسط. نعم. ودابا هنايا مع ان شاء الله المقابله تكون مع فرنسا، نظن بان يعني تلميذ ضد الاستاذ، ان كل شيء قاري في فرنسا وتعلم في فرنسا. نعم، ولكن شوف ممكن. شوف هنا ما كاينش تلميذ الاستاذ، لا الحظوظ متساويه، حنا بحال حنا في نصف نهائيات كاس العالم، ما بقى لا استاذ لا تلميذ. حنا المغرب، حنا المنتخب الوطني المغربي، حنا زياش، حنا بوفال، حنا نصيري وغيره من اللاعبين، وحنا المدرب وليد الركراكي، وان شاء الله يعني يكون الفريق الوطني المغربي في مستوى تطلعات الجمهور الاربعاء المقبل امام المنتخب الفرنسي. شكرا لك عزيز من بوردو. من بوردو انتقلوا للقلميم عند علي. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. الله يحفظك، الله يكثر منتكم، تشرفوا الاذاعه المغربيه والاذاعه العربيه، والله يخليكم. نعم. الو. وي مرحبا. كما نهدي الدراري هذا الانجاز الكبير، ما عمر شي عربي وافريقي وصل هاد الدرجه هذه. الحمد لله من اللي ردينا فعل هاد الغربيين تيقولوا حدهم تومون ربع، الحمد لله شافونا في الربعة الاخرين مغاربة. نعم، نصف النهاية. نعم، نصف النهاية. كل شيء العالم، كل شيء العالم اللي ما عرف المغرب تيقول المغرب. والحمد لله تيقراو النشيد الوطني ديالنا وتيقولوا كي جا المغرب، كي جا غادي يجي يشوف المغرب كيفاش الدولة مقدمة وعندها هذا هاد الروح الوطني، وهاد الدراري هادو فين تعلموا وفين قراو، شكون هاد المدرب؟ المدرب مغربي، مدرب وطني، والله يكثر مثاله والله يزيد فيه، والله يسلم عليك، والله ينصركم، والله يحفظنا كاملين. نعم. هذيك الآية القرآنية قال اللهم أسد أبيت بتاع أقدامنا وأنت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين. نعم. سورة البقرة. والله يعاونك أخويا. نعم. شكرا لك، شكرا لك علي من قلميم. نرجعوا للدار البيضاء عند عبد الرحيم. مرحبا عبد الرحيم. مساء الخير اخويا المهلي، وبغيت نهضر معك على المقابله كما هضرت مع سعيد الشتوق وشرحنا المقابله اللي كتكون الصعوبات ديالها. قلنا بانه المغرب ما خصوش يتسجل عليه بيت ويمشي لزيرو زيرو. نعم. الساعة النصيري هنا كنشوفوا المنتخب البرتغالي دار واحد البريسينغ على المنتخب المغربي، خصوصا في ربع ساعة الأولى، وجات فرصة ما سجلوهاش بونو، كان في المستوى. من بعد المغرب حتى 30 دقيقة عاد تحرك في واحد لاكسيون ما بين بوفال وناحي،
واحد سميتو زعزعوا لي المنتخب البرتغالي من الدقه 30 بدا كيتيق المنتخب المغربي وهذه هي كره القدم الثقه هي من يدخل الثقه بدا كيحضر شنا من بعد كره ديال بوفال وسط التيران كان غير في الهجوم من بعد جات هذه الكره ديال نصيري ماركينا هنا ملي ماركينا في الدقه 41 يعني بقات لنا 51 وحنا كندافعوا قلت سعيد الزدوق قلت لي بانه المقابله ما غاتمشيش الاشواط الاضافيه لان صعيبه على المغرب انه صعيب على المغرب هذا هو اللي كاين بينه وذاك بينه المدرب ذكي جدا لانه عرف المقابله ما خصهاش تمشي الاشواط الاضافيه ودار تغييرات من بعد الدقه 63 اللي جات فرصه واضحه ديال المنتخب البرتغالي تما خرج سليم املاح ودخل بانون زاد ثلاثه ديال لاكس من بعد دخل كان دخل داري من كان توعد فيس يعني ولينا لاعبين ثلاثه علاش ان المنتخب البرتغالي بدا كيلعب لك بالكاري درنا ليه الحراسه بحال قلت الدفاع ديال كره السله هذه هي خطه صعيبه وكيبقى لا شونس ديال كره القدم وانا اللي بقى فيا هي ديك الكره ديال الاخر اللي كون سجلها اللاعب المهاجم ديال المغرب اللي ضيع ابو خلال عرفت غتكون واعره ان كره القدم وعرفتي التاريخ ديال كره القدم الافريقيه علاش الكاميرون ما دازش وعلاش نيجيريا ما دازوش حيت كانوا كيلعبوا في كره سبيكتا كانوا يقراو يمشوا للدومي فينال ولكن بداو كيلعبوا كره استعراضيه اللي ادات هذاك الشيء ما بغيناش هذاك المستوى يرجع للمغرب ذاك الوقت وعرفتي ملي زقل بيبي هذيك الكره وفهمتي في الدقائق الاخرى ويستاهل المغرب هادشي شنو هو اللي كيوقع بانه المغرب لعب 98 وما داز الدور الاول عرفتي المسائل 2018 الدور ديال التحكيم وداك الشيء وبقى صابر والتاهيل للمره الثانيه هذه النقطه المهمه على المنتخب الجزائري باش مشى للدور الثاني في 2014 2010 ما دار والو استفاد المغرب 2018 استفاد من هادشي وكانت في النقطه الثانيه هي في قطر والجمهور العربي اللي كل المحللين تفاجؤوا بكره القدم دار بحال المنتخب اليوناني كاس اوروبا ما كان رشحوا حتى واحد ودا الكوب هنا كره القدم ما كتعترفش بهذا غير ولا غيخسر هو ايقاع وفي الوقيته الصعيبه خصك تكون تستغل الفرص اللي كيتاحوا لك هذه هي كره القدم وعندنا انا نفس السيناريو اللي غيوقع مع فرنسا كنشوف المغرب انه ربع ساعه الاولى حاول ما نعم هذا هو الرساله واضحه يعني البدايه خصها تكون ان شاء الله موفقه نبداو بالشكل باش بدينا مع المباريات كلها القويه لا مع البرتغال لا مع اسبانيا يعني الشكل باش بدينا خصنا نبقاو محافظين عليه لانه كما كنقولوا نصف الساعه الاولى من المباريات مهمه جدا في هذا المستوى من نهائيات كاس العالم. شكرا جزيلا لك عبد الرحيم من الدار البيضاء. نبقاو دائما في كازا ونمشيو عند ابراهيم مرحبا بك. مرحبا سيدي. عليكم السلام. تحيه ليك وتحيه الطاقم وتحيه للمستمعين. ايوا انا من الناس اللي كيتواصلوا مع سعيد ذوق اليوم تحت لي فرصه باش نتواصل معك. مرحبا. إنه السابق كانوا يقولوا الأرض تتكلم عربي والآن يقدروا يقولوا الأرض تتكلم مغربي لأن الماروك ولا على جميع الألسنة قاعد الناس يتحدوا عليه الآن سواء المحبين سواء الأعداء الأعداء ولو تيهضروا عليه بزاف وحنا تيهمونا المحبين أما الأعداء راه قلال على رؤوس أصابعي المهم حنا الحمد لله راه منتخب غادي مزيان وكنت تواصلت مع سعيد فابق قبل ما يبدا اول ماتش ديال المغرب وكرواتيا قلت لي بان المغرب وكرواتيا غادي يمشيو لابعد نقاط هما الان رواصلين دومي فينال ونتمنوا يوصلوا فينال لان البعض مستملحات تقول لك بان باش الصمنا غادي نعيدوا نعم اول ماتش مع الصمنا غادي نعيدوا اول ماتش مع كرواتيا مع كرواتيا ان شاء الله ان شاء الله كنت من المنتخب انا ديجا عشت المونديال ديال 86 ودخلت في المونديال ديال 90 وعشت المونديال ديال 72 82 86 ولكن 86 كان احسن مونديال بالنسبه للمغاربه لانه اول مره غادي يتاهلوا للدور الثاني لكن الان ولينا تنحلموا باللقب وان شاء الله غادي يجي اللقب وعندنا الثقه التامه والله ما تخيبناش احنا عندنا ملك عظيم وشعب عظيم وارض عظيمه وان شاء الله غادي نلقب نولي هنا ان شاء الله نعم اذا شكرا لك ابراهيم من مدينه الدار البيضاء ناخذ
يعني لواحد ثلاثة ديال المكالمات قبل ما نفتحوا المجال أيضا للقاء بعد التعليقات على مستوى منصة راديو بلوس في موقع التواصل الاجتماعي. ناخذ الآن سي محمد من إيطاليا. مرحبا سي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير هاني. الله يبارك فيك. أنا بنوصل حق القضية راه الصحافة ديال طاليان المحللين ديال طاليان تيهضروا على المغرب من ماتش ديال كرواتيا تيهضروا على المغرب بلا راه فارق في المستوى وغيمشي بعيد إن شاء الله. نعم. وبالفعل وبالفعل لحد الآن قال لك راه غادي يقول الكلمة ديالو إن شاء الله. وما تيبانش بلا راه اللاعب ديال المغرب تيتشابه شوية ديال الإيطالي. الفرنسي بغيت تقول. لا لا الطريقه والطريقه ممكن الطريقه اللي كيلعب بها الان الفريق الوطني المغربي خصوصا ديك لا جرينتا كما يقال او الروح القتالي اللي لعب بها الفريق الوطني المغربي هي فعلا كانت عند الفريق الايطالي دائما في في, في كل تظاهرات اللي لعبها المنتخب الايطالي ونتمنى ان هذا الروح تبقى سائده في الفريق الوطني المغربي حتى اخر دقيقه من المباراه ديال المغرب امام المنتخب الفرنسي. وهضروك على الجمهور اللي ديال المغرب اللي كان في قطر اللي نقى المدرجات وداك الشيء هضروا عليهم قضيه مزيانه يعني هي رجعت الجمهور ما ضافوا داك الشيء هذا الشيء يعطي فرح وتنفتخروا حنايا ما احنا هنا في الجاليه وداك الشيء تفرحنا ان شاء الله. نعم وشكرا. اذا شكرا لك سي محمد من ايطاليا. ناخذوا محمد من الدار البيضاء. مرحبا محمد. إذن كان انقطع الخط على محمد مدينة الدار البيضاء لحظات ونأخذ مكالمة أو مكالمتين لختم هذه الحصة التفاعلية قبل فسح المجال لقراءة بعض التعليقات على مستوى منصة غاديو بلوس بموقع التواصل الاجتماعي. يوسف طراف يقول ديمبيلي لاعب جناح هجومي ايمن يصعد مع الخط يعني مع الرواق الى منطقة الجزاء ويتحول الى قلب هجوم خطير لكن لا يسجل كثيرا. ان شاء الله المغرب عنده دفاع ممتاز يقدر يحد من الاختراق ديال هذا اللاعب ديمبيلي. نتمنى الله انه الدفاع ديال المغرب يكون طبعا في المستوى نهار الأربعاء أمام المنتخب الفرنسي. بخصوص كليان مبابي يقول يوسف طراف دائما إلا ضغطتي عليه يفقد الكرة بسهولة لاحظنا هذا الشيء في دوري أبطال أوروبا. نعم إذن وفق كما هو معروف مبابي يكون خطير لما تكون المساحات أمامه وشعار المقابلة المقبلة خصو يكون بالنسبة للمغرب وليد الكراكي ولا للمساحات أمام المنتخب الفرنسي لسد كل المنافذ على المنتخب الفرنسي. والمفتاح كذلك كما قلنا هو يعني البداية الجيدة التركيز الجيد تفادي الأخطاء وإن شاء الله الأمور ستسير بالشكل الذي يريده كل المغاربة وبالتالي تحقيق نتيجة إيجابية جديدة أمام المنتخب الفرنسي. ناخذ الآن جوج ديال المكالمات أخيرا. ناخذ عادل من الرباط. عادل مرحبا. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. الحمد لله بارك الله فيك. أولا بدا مبروك للفريق الوطني المغربي على الإنجاز العظيم لأن باش توصل الربع باش توصل نصف النهاية مع أربع فرق قوية عالميا إذا إنجاز كبير الحمد لله. نعم. دابا حنا معروف الكره المغربيه هي زعما كاين شبه الكره الفرنسيه هي مباراه فرنسيه قديمه. نعم. في لو ميم سيستيم دو جو غير هو انه عندنا الطابع فيها الطابع المغربي. هذا تكون اختلاف هذه تكون مقابله عالميه. انا كنتمنى زعما المنتخب تكتيكمون ولا فيزيكمون ولا يديروا ان ماتش اكسيبسيونيل. نعم باسكو اون ريان ا بيردر. فعلا هو الضغط على المنتخب الفرنسي اكثر من المنتخب المغربي وهذه نقطه في صالحنا ان شاء الله في هذه المقابله. الضغط على الجميع. شوف كره القدم شوف مقابله في نصف النهائي كلشي كيتضغط فعلا. لا فعلا ولكن احنا الان كما كنا الان احنا ضمن الاقوياء الاربعه في المونديال. نعم احنا ضمن الاقوياء الاربعه الان في المونديال الحظوظ الان متساويه ولكن
كنقول انا في هذا الضغط على المنتخب الفرنسي هو في صالح للمنتخب الوطني المغربي لانه كما كان الحال فرنسا حامل اللقب. ولكن عاوتاني خليتي فرنسا تبلور الكره ديالها. فرنسا صبوره. صبوره ماشي هي اسبانيا ولا ولا البرتغال. فرنسا راه صبوره بزاف. دونك يفو جوي البالون. يعني الكره يفو فريمون جوي. يفو فريمون جوي اتاكي با او اتاكي با بلوس دو ديفيكتيف. ماشي بان اتاكون دو اتاكون. فهمتيني اي ديفوندر عاوتاني لو بلوس ديفيكتيف بوسيبل. وهذا الشيء غادي 90 دقيقة سا مارش ابارتيغ ديال 90 دقيقة الفوق لي 120 مينوت سي ترو بالنسبة راك شفتو كيكونوا دي شيغور كيكونوا دي بليسيور كيكون ارهاق فريمون وغادي يمنعنا باش نبلورو لي شونجمون ديالنا كيما بغينا باسكو ملي كتبدل ان جوار بليسي ماشي كتحيد لونترينور لوبورتينيتي باش نبدل ان جوار اللي هو اللي بان ليه في لا تاكتيك اللي فيغ كيك شوز. عندك خمسة دي شونجمون دونك يفو مينيميزي لي زيفور. اون جو البالون وانا اكيد انت تشوف حيت المدرسه الفرنسيه كتعطيك لي زيسباس ولا ديفونس فرونسيز عندها فاغان سي دي فييسون واخا اي فور وعندها عندها دي فاي دي غروند فاي في لا ديفونس دونك الى بغيتي اكسبلواتي بور ريوسير بور باسي سو نيفو لا يفو ا شاك اوكازيون ا شاك بريز دو بال à chaque attaque il faut être très très précis صحيح وصلنا واحد النيفو اللي هو ماشي تكون لاستغلال المحاولات ماشي تكون راه تقول بحال ديال روبن في اسبانيا الرساله واضحه الرساله واضحه عادل من الرباط عادل avec le cœur comme toujours et jouer انا ما كرهتش يلعبوا un match exceptionnel نعم صافي سي ونتمنوا وانا عندي احساس شوف ملي كنا لعبنا مع كندا كنسولني على السيد قلت لي شوف غنتلاقاو مع الاسبان في الدوزيام تور وغنتلاقاو مع البرتغال في الدوزيام تور وانتقم على كرواتي في الفينال. نعم اذا شكرا لك عادل شكرا لك تبارك الله فيك مرحبا جونتي تهلا فراسك اخويا شكرا ان شاء الله نوريك ونختم هذه المكالمات مع المستمعين الكرام مع نور الدين من الدار البيضاء مرحبا نور الدين اذا نور الدين كان هو اخر متصل نذكر ايضا بالنسبه للتعليقات ديال المتتبعين الاوفياء ديالنا على مستوى صفحه غاديو بلس بالفيسبوك يعني تعليق اخر حذاري من الاجنحه واضح يعني القوه ديال المنتخب الفرنسي في الاجنحه في مبابي في ديمبيلي وكذلك في وسط الميدان غريزمان والمهاجم جيرو اكيد ان وليد الركراكي عارف بالمسؤوليه اللي ملقات عليه والمنتخب الوطني المغربي من اجل الحد من الخطوره ديال المنتخب الفرنسي وان شاء الله كما دبر المباريات السابقه خصوصا امام اسبانيا والبرتغال ان شاء الله يدبر المباراه المقبله بالشكل المطلوب كي يحقق الفريق الوطني المغربي الهدف المنشود للجمهور المغربي الا هو التاهل لنهايه كاس العالم لكره القدم قطر 2022 في ختام هذه الحصة أتوجه بالشكر لزميلي علي فوكيوس في إخراج هذه الحصة على مستوى منصات غاديو بلوس في مواقع التواصل الاجتماعي كذلك شكرا جزيلا للزميلة خديجة مراحي في الإخراج الإذاعي كان معكم المهدي أبزيق إلى اللقاء.